السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا صحة فطوركم وين ما كنتم في ليبيا وخارجها، أهلا بكم في بيتكم، بيتنا بيت العيلة، وأكيد صحة فطورك يا حسن. صحة فطورك بشرة، وصحة فطوركم مشاهدينا وين ما كنتم، كل اللي يتابع في برنامج بيت العيلة يوميا. نحن نتواصلين معاكم ما عدا يومي السبت والثلاث. نحن خلاص يعني وصلنا للأيام الأخيرة بشرة من برنامج بيت العيلة للأسف، يعني حنوقفه شوية وبعدين إن شاء الله حنرجعوا لكم بعد رمضان بشكل جديد إن شاء الله لبرنامج بيت العيلة. في العموم طبعا سعداء بتواصلكم معنا وين ما كنتوا، سواء كان من خلال مشاهدتكم لبرنامج بيت العيلة عبر قناة ليبيا الأحرار وشاشة التلفزيون، أو من خلال اللايف اللي يبث يوميا على صفحة برنامج بيت العيلة على الفيسبوك. وكذلك يا بشرة، الكل اللي تفوت فيه حلقة برنامج بيت العيلة يقدر يشوفها من خلال الخدمة اللي فتحتها قناة ليبيا الأحرار من بداية شهر رمضان المبارك، خاصة لمشاهدي قناة ليبيا الأحرار، وهي خدمة شوف تقدروا فيها تشوفوا كل شيء فاتكم سواء كان مسلسلات أو برامج تبثها قناة ليبيا الأحرار، شوف دوت الأحرار دوت تي في. طبعا استحشناكم من أمس لليوم وفقدنا بصراحة رسائلكم وتواصلكم معنا. في ناس هلبة، نرجعوا بس نكرروا الموضوع هذا، إن ترددنا احنا كل يوم يعني في حلقاتنا نطلعوا، مش يعني ما عندناش حلقة ما طلعناش فيها، ولكن في هالبناس ما يتفرجوش علينا لأن قاعدين يتفرجوا على الاس دي مش الاتش دي، إذا الحلقة اللي فاتت هالبناس فاتتهم لأن كانوا تردد جديد مش طالع عندهم أو مدرش بحث. في نهاية رمضان حيوقف بك البث الاس دي، يعني كلكم لازم بما يكون عندكم بث القناة اتش دي، لأن نهاية رمضان من المفترض بأن البث الاس دي حيوقف إن شاء الله. في حلقة اليوم حسام عندنا العديد من المواضيع وضيوف مهمين جدا ومميزين كالعادة، خلينا نشوفه مع بعضنا. يلا نجم العيلة لليوم المختص في الحلاقة الرجالية مراد الورفلي، الفنان المبدع النجم عياض الزليتني في ضيافة بيت العيلة. من جديد مشاهدينا، طبعا مش نبدو بتحايا من اول وجديد وكذا، ولكن والله في مشاهدين اوفياء جدا يبعثوا حتى في ايامات العطله، نقول لهم صراحه بارك الله فيكم على وفاكم الحق وحسن تواصلكم معنا. وفي اصدقاء طبعا من برا ليبيا اللي تابعوا فينا، بالاخص المغتربين مستحشين جو العادات والتقاليد والاسبار، الاسبار مش نقولوا طرابلسيه ولا الشرقويه ولا متاع الامازيغيه ولا غيرها، ولكن الاسبار بصفة عامة في ليبيا. صح. عموما مشاهدينا، طبعا لكل مدينة وكل منطقة في ليبيا عاداتها وتقاليدها الخاصة بها، وإن كان اجتماعنا كلنا أكيد في الروح الوحدة لأجواء رمضان. وطبعا يا بشرى رمضان كل أيام فيه الهن جو بروحها، يعني البدايات الهن جو، الوسط له جو، والأيام الأواخر في شهر رمضان المبارك أكيد الهن أجواءهن الخاصة بهن. واليوم أكيد معنا الأستاذ هشام كريكشي معنا في استوديو بيت العيلة، نرحب به معك مشاهدين. صح فطورك أستاذ هشام كريكشي، مهتم بالعادات والتقاليد وبالأخص الطرابلسية، أنسنا ونورتنا. ربي يحفظكم إن شاء الله. الله يسلمك. أنسنا أستاذ هشام. الله يانسك يبارك فيك أستاذ هشام. نحن طبعا في بداية بيت العيلة، من بداية رمضان إلى حلقتنا اليوم في برنامج بيت العيلة، نحكوا ونتنقلوا من مدينة لمدينة ومنطقة لمنطقة، ونحكوا على أجواء رمضان فيها والعادات والتقاليد فيها، وناخذوا في تقارير برضو من مختلف المناطق والمدن الليبية، هل يختلف العادات واجد في ليبيا؟ قبل كل شيء يعني خلينا نقول من قول تفضل. من أول حلقة لاحظت التباين في اللهجة ما شاء الله عليكم. بارك الله فيك. الطرابلسية والبنغازية ومشكلين وحدة وطنية. الحمد لله. الحمد لله. الله يسلمك. بارك فيكم إن شاء الله. إن شاء الله عليكم طيبين وقنينين وباهين. بارك الله فيك. أي والله. بالنسبة للعادات والتقاليد طبعا تختلف من منطقة لمنطقة، هي تختلف من شارع لشارع يعني. صح. إيه صح. وحتى من حوش لحوش، يعني شارع واحد تيقان. صح. الحوش يختلف. صح. بالضبط. فهي يعني كل حد وعاداته وتقاليده يعني. لما نشوف
نشوفوا الأسبار الطرابلسية بحكم أنك أنت مهتم بالموضوع الطرابلسي. اغترابك في كندا ممكن شيء أثر فيك هلبة، يعني بحكم أنك أنت استحشت الأجواء الطرابلسية، الليالي الطرابلسية، رمضان طرابلس بصفة خاصة. صحيح. طبعا احنا نحكو بصفة عامة على أجواء ليبيا، ولكن لأنك أنت من طرابلس وطرابلسي فالموضوع هذا أثر فيك. يعني كيف كانت تجربتك في الغربة، خصوصا يعني في أيامات ممكن زي شهر رمضان؟ لا أكيد رمضان في 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 البلاد ما فيش زيه حقيقة. يعني الإنسان عنده روح وعنده انتماء للوطن، فوجود البلاد فيها عادات وتقاليد وفيه كذا، يعني في أمور تعيشها في ليبيا ما تعيشهاش في أماكن تانية. حتى يعني أنا مثلا جيبوا يعني لو بنهدرزوا على العادات والتقاليد مثلا، حتى في صلاة التراويح مثلا خلينا نجيبه في طرابلس مثلا، جيت تلقي زاوية صغيرة، زاوية كبيرة وزاوية القادرية، يأذن الإمام ويصلوا على طول، ما يستنوش ما يراجيش يكملوا هم قبل ما يبدوا حتى الجمعة الثانية في الصلاة. هذا باش يتيح الفرصة اللي شنو للتجار باش يفتحوا الكاكين هم ويحصلوا تراويحهم. فقصدي عادات زي هذه، حاجات زي هذه ما تلقاهاش برا 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 البلاد، وعموما ما زالت موجودة لتورا والحمد لله. كيف درت يعني في كندا؟ يعني الله غالب زين، يعني لا يعني هل الجالية ممكن حاولت نوعا ما، او انت ممكن درت سبر معين يعني لاسرتك او حتى للجروب اللي بين اللي عايشين غادي؟ يعني لا، الجالية في الخارج طبعا اكيد تلم بعضها ويصبح بيت عيلة حتى هو. صح. على مستوى اكبر. صح. والانتماءات للبلدان تختفي غاديك، ويولي الانتماء لليبيا مثلا. ايوه لكذا. ورمضان يعني عاداتها وتقاليدها تختلف من جهة لجهة، لكن زي ما قلت لك في الغربة بتساير الكل. الجالية الليبية برضو في كندا أعتقد أنها ما هيش صغيرة، يعني تعتبر كويسة ومشارطة على البلاد. لكن هي برضو صح على قولتك كبيرة. المساحة في كندا كبيرة والليبيين منتشرين. عموما العادات والتقاليد في ليبيا شيء، ولما تكون في الغربة شيء ثاني طبعا. فيه لما للجالية الليبية تحاولوا هك شوية تلملموا العادات والتقاليد الرمضانية غادي؟ أيام أنا كنت في كندا كان موجود، لما كان في احتفالية العيد كانوا يلتموا فيها العائلات الليبية بالصغار بكل شيء الحقيقة، يعني كان عدد كبير بالأجواء بالحلاوات وبالطيب وبالأجواء كويس. والعيدية طبعا بصفة عامة، لكن أنا بنجي يعني أنا وياك لطرابلس خصوصا طرابلس. بروحكم نروح أنا مرحبتين بيك. تبي تفضل خلوه. لا مرحبتين بيك. أنا استنى استاذ هشام، هذا خسسني نطلعك غرس يعني في خوف، يعني بالأخص للناس الزمنية في خوف على الأسبار والعادات والتقاليد. يعني توا لما تشوف الأجواء كلها تغيرت، والتقاليد في منها خش عليها حاجة جديدة، والأسبار في منها يقول لك لا ني يقول لك الله على الأسبار العرب، في ناس تقول لك لا معتقد ما نديرها شو، يعني تحس إن في اختلاف كبير صار. تخاف عليها العادات والتقاليد وهالأجواء الحلوة هذه الزمنية؟ هو للأسف في هلبة حاجات راهو راحت. لو تتفكر زمان الحلوات كانوا يلتموا العزايز جيب صح اخر 10 ايام هذه، والكوشه تخدم كل مره في حوش، وكل مره يديروا لي حوش، والقلوب كانت واسعه وما كانش في من خايف على حوشها وخايف على الزحمه وعلى الهلوله. مزبوط. لكن الناس كانت كل مره في حوش، وكل مره الحلوات باسم هذاك الحوش، ويطيبوا في الفطور، واللي ما عندهاش يقوموا لحصته وتضويقه وكذا، وايه وهم مقروض وغريبه. بالضبط. تو فرشوا الحشان وخافوا عليه على صدر ناكل بساطاته. البكلاوه كانت المومي ما كانش كل حد يقدر عليها. اها لان لوز وعسل غالي. صح. فهمتني. لكن المقروض والغريبه كانت هذه عاده موجوده الدارج كل الناس تديرها. وبعدين البكلاوه مش كل حد فالح فيها راهو، هذه تب في عائلات معينه. اي بالضبط، انا بنقولها يعني في عائلات معينه يعني هم يعرفوا روحهم مش ندير لهم دعايه. احنا طبعا استاذ هشام، غير القصه لمة الحواشين والعادات اللي في طرابلس عندها اجواءها الخاصه في رمضان. انا ديما نمشي ونرد ونحكي على المالوف والموشحات في طرابلس، وكيف كانت طرابلس تتميز باللون هذا. في كل رمضان يكون فيه مهرجان، وحتى خاطي رمضان فيه مهرجانات للملوف والموشحات. خفت شويه القصه هذه في طرابلس. هو عموما راهو الملوف الفن الوحيد اللي عند الطرابلسيه يتغنى قدام كل حد، يعني الولد قدام بوه والبو قدام ولده. اجتماعي عائلي. اجتماعي ما هو ما يعني ما يعتبرش عيب. موشح عيب. بالضبط. ف زي ما قلت لك المالوف عند الطرابلسية أمر مهم، راهو في تدريجة العريس. صح.
اخي في القدم كان يدرجوا فيه في جنازه, كان يسموه ششتري, كانت الجنازه تمشي بملوف في طرابلس. هذا لحقت عليها اني اراهم ايه 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 في المدينه القديمه, لا لا في طرابلس في شارع ميزران كانت تطلع جنازه من شارع ميزران بالملوف, بالملوف في ملوف ششتري يسموه. طبعا الكلمات تختلف فيها يعني معظمها دينيه بغض النظر على شرعيتها احنا طبعا طبعا لكن نتكلم عن العاده كانت موجوده. وبنفس الوقت التدريج للعريس كان تنزل بنوبة ملوف يا محمد يا جوهرة عقلي صح. ويدرجوا بها العريس يديروا المولود والتدريج الزوز هذا من التراث الطرابلسي يعني موجود. بينما نجون انت توحني في العشر الأواخر يعني من الشهر المبارك عندنا سبر ليلة 27 من الأسبار اللي معروفة عند الطرابلسية يعني ليلة 27 اللي عنده حاجة يقول لك لا في اللي يقفل في اللي ما يقفلش بالضبط القفلة نبدوها بالقفلة ونخدموها بالمناسبات. أنا نقفل احنا حتى في نص رمضان كويس كويس. شنو هي يعني مش مواسم هي بشواش يعني بشواش لان قصدي عندنا مشاهدين من ليبيا كلها خام فهموا بشويش يعني كسكاس ومقفول يعني يطيبوا كسكسي ما هو الكسكاس يقفلوه يتسكر الملا يعني عاده في سائر الايام ما طيبوش الغير ما فيش مبوخ يعني فيش مبوخ اللي نحن نقوله مبوخ في رمضان طبعا كسكاس ومقفول يعني كسكاس مقفول هو يعني هذا الكسكاس والمقفول في اللي يعني يديروا حاجه كبيره. رشه الكسكاس كانت ظله ما كانوش يديروا فيها ديما كانوا يديروا فيها في المناسبات كانت متعبه وكانت باليد قرض رقيق بعدين جت الماكينه بالضبط فالوضع ولا سهل تولت في السوق تو عاد تنشر ولا سهل فزمان كان لما يجي الموسم يديروا رشه الكسكاس وتتبنيها يقول لك نقفل يعني لما نقفل معناها اليوم طيبين رشه كسكاس ولا حاجه اي حاجه بالبص يعني. هذه تجي في نهايه رمضان عاده في الموسم في النص هذا عاده في نص رمضان في ليله القدر ليله 27 هذا ليله رمضان صباح رمضان المفروض رمضان يقفلوا يعني الكبيره يعني في الكبيره بالضبط هذا كانوا عاده طبعا في ناس ما يقفلوا عرفتوها القفله حتى في القلي يسري يعني عرفتوا ولا ما عرفتوهاش عموما هو كسكس ومسكر خلاص مسكر مش عارف لكن حتى بشرك عزيزه زي بالضبط احنا لا لان تو احنا ما عندناش في المنطقه الشرقيه خلينا نكون واقعيين يعني ما فيش التمييز هذا يعني للعادات انه يكون في حاجه معينه في نهايه رمضان تندار او في نص رمضان حتى في طرابلس مش يعني اكثر من ان استاذ هشام وبشرى ان مثلا يوم الكبيره نلتموا عند الكبير مثلا يمشي الحوش عند جدك الواحد يلتموا في الكبيره الفطور الاخير مثلا بتاع كبيره العيد حتى هو يكون في حوش العيد العشاء الاخير على وزن العشاء الاخير العيد يا بشرى فصول يوم بطن هذه طبعا الدارج عند الطرابلسيه الدارج عند الطرابلسيه فصول يوم بطن احنا طبيخه بطاطا سبحان الله مع العصيده طبعا بتاعه وفي اللي عندهم الحوت يفطر عليه على الصبح هذا المدينه في القديمه يعني في هلبه في العيد احنا اول حاجه العصيده وبعدين تجي الغداء الطبيخه يعني في هلبه سبار الحوت مدينه القديمه هلبه الحوت الفطيره طبعا الفطيره في كل حوش حتى نرجع حتى ليلة 27 المناسبات هي حتى احياها في الجوامع يعني بغض النظر نرجع ان مشروعيه الليله اذا كان ليله قدر او لا ولكن نحكوا على السبر ليلة 27 قاعد موجود اللي طوروا وحتى في هلبة الجامعة تختم التراويح في ليلة 27 وقاعدين يوزعوا بالضبط الختمة حتى بمبر والوزاطة وقاعدين الأمور موجودة وإن شاء الله بركة تمشي الأمور بإذن الله إن شاء الله المقفول هذا خلينا نرجع له كان يلم عليه في العيله لما كان يجوا الكناين كلهم يجوا الحماوات ويجوا والصغار كلهم فكان لمه كبيره يعني مش عيله مش حوش بروحهم يعني حلو يعني حتى في حوش الجد ويلتموا كلهم اول العيديه نمشوا احنا مشينا بالتدريج توه يعني العيديه كانت لها نكهتها الخاصه كبرنا عليها احنا لما نمشوا بالضبط واحنا كل واحده من الصغار مدايره زي الشبله تحتها صغيره بالضبط طبعا وفي حياش الصغار يقعدوا يظنوا عليهم على خطر العيديه هالقريشات يدفع اكثر ويبدو بعدين ومن اللي اعطاهم ومعروف من اللي يدفع ومن اللي ما يقدم صوكرين عليه اول ما تنوض تمشي لطول اول واحد بس توه حتى صغار هلبه فاقدينها يعني هل بعائلات نحتها العيدية والله
رب يكون في عون الناس والله. هو هي في اللي يراها ان هي تفسد في الصغار، هي عموما هي مره في العام ما هيش حاجه. بالضبط بالضبط. ايه والله ما فيهاش يعني حاجه، ما فيهاش ايه حاجه قصدي. بالعكس فيها فيها فرحه، فيها فرحه وراح العيل بسمع العيل وجه العيل الصغير ويحصل لمه ويشري بها لعبه ولا يشري بها حاجه. وهي مرات الواحد ياخذها حتى من نوع من انواع التدريب للعيل على التدبير. صح فهمت يعني. اوكي انت لميت القيمه هذه، شنو تبي تدير بها، وانت بتحطها كيف تبي تستفيد منها. صح. حتى كمصروفها بعدين في الايام الجايه. لكن ما نش عارف يعني قصه ان تخرب طباع العيل والله تغير سلوكياته. بس والله تغير سلبي حاجات استاذ هشام الحق في طرابلس. يؤلمك الموضوع هذا، يوجعك تقول والله نتمنى نفسه. نحاول نجيب كاع طرابلس ونخش بنغاز. لا لا ايه طبعا والله. وحسين يقول ايه خش خش يا يا حسام يقول اخش في النص. والله هو هو قصه نمشوا شويه نحن للعيد طبعا. نعم. استاذ هشام بدري حكى على حاجه قصه اللمه بتاعت يوم الكبيره او الايام اللي قبل الايام الاخيره من 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 رمضان، كيف يلتموا الجيران زمان. صح. غير بعدين حنحكوا برضو على قصة التحوّل. لحقت على الصفرة والواحد. ايه طقيت فيها طقيت فيها. وكيف يديروا الكعك؟ نحن عندنا الكعك الكعك والغريبة في في بنغازي أكثر شيء. المقروط طبعا في طرابلس أكثر أكثر من 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 بنغازي ومنطقة الشرقية. فزمان كانت اللمة بين الجيران والله في حوش، كيف ما قلت لكم بدري، حوش الجد والجدة يجوا يلتموا يديروا مع بعضهم في الحلويات. وتجي طبعا قصة شيلة الصفرة بتجي على روسنا نحن زمان. يلتموا الشباب العيال الصغار ويمشوا بها للكوش. هذا اللي ما عندهمش طبعا كوش في الحوش، او يلتم يجيبوا كوش الضي مع بعض اكثر من كوشه. لا الشارعي اللي كانت رايجه اكثر مرات في مرات تقعد في كوشه بعيده، تقعد الكوشه بعيده، فشنو يديروا؟ يلموا كوش الضي مع بعضهم وكوشة الغاز وكذا، يلتموا بعضهم ويطيبوا في نفس في نفس المكان يعني في بس. هو تو حتى العيد اللي بتمشي للعيد تلقاه راقد والله بجد يعني. هلبة يعني بدها تصير في اخر السنين حتى ولو الناس، في ناس اللي انا اعرفها تتحاشى يوم العيد. صحيح. تتحاشى يعني تقول لك مفكرين هو اليوم الوحيد اللي الباب فيه مفتوح واللي يجي يخش واللي يجي بالضبط بالضبط يعني يرحبوا به. والكبده تطيب بالعصير وبالحلو وبالبكره الحموضة. لكن بجد يعني رمزية العيد حتى ينحسها نكهتها راحت، والكل لابس وجاهز باش يستقبل الناس. صح صح صح. وغاسلين استاراتهم ومنظفين احياشهم. هذا كلام تنظيفه بروحها. لا لا تو كنا بندقوا على التنظيف سيد هشام بتطلعوا تو البياره تو. لا لا تطلعت سيد رمضان بروحها. اسمعني هي هي كان عليها استقبال رمضان تطلعه الحوش بروحها. حاجات واجد تغير زمان زمان استاذ هشام قصدي. نعم. من قبل رمضان قصه ان التنظيف بالكامل للذكر الوالده. صح. ربي يطول في عمرها ويخليها هي والبنات خواتي في الحوش. تنزل تقريبا دولاب المطبخ كامل كله. نعم. كل الحوش وتنظف كلها. الكوجينه كامل والدولاب بالكامل والحوش تبرم عليه وتنزل على قولتك الشراشيف وتغسلهم وتغير وجوه الفراش كل شيء قبل رمضان. تقرير حتى على البهارات. البهارات والبسيسه والزميطه وكله كله كله هذا كله اختفاء اختفاء بجديات يعني. توا الصبايا كثر خيرهن يدعك انا على السوق راك تازل على مني بس ويمشن يشرم في المعين والحاجات الجديده اللي غير بها. لا لا ده حتى من مني انا يعني اخر سنين يعني قبل حتى ما يعني ما نتزوج وكذا نقول لي ماما فكينا. ما تديري شيء بالضبط فكينا تو كلها ندير كلها احنا زازه هلبه يعني وقاع مزنقي وكذا وقصه والله. بس والله كان في في جو يعني كان في حاجات قعدنا حاليا نفقدوهن يعني. صحيح. في ليبيا. صحيح. بشكل خاص يعني. لكن ترجع راه ما زال في ناس تحب التراث وتحب الواح ما زال موجود حتى في الشباب الصغيرة حتى في الصغار في ناس عندها ميول وعندها اتاتشمنت عندها حلو. صح. إيه. صح. إيه. صح. للحاجات هذه يعني الحق يعني فهي موجودة يعني. عادة العيد في طرابلس باش يبدا؟ اللي عجبني في طرابلس تو ان اللبس العربي رجع كله. أيه حلو هذه هذه جميلة. صح هذه يعني جميلة يعني كلهم تو الصغار اللي بيشري يشري بدلة عربية. صح صح مزبوط يعني. ورجع السوق تعمر سوق الترك وسوق المشير الحمد لله يتنافسوا من احلى. آه. طبعا ايه والتطريزة ايه بالضبط. باش نسمع تطريزتك هي. لا لا انا نلبس في الكلاسيك انا يعني هذا الخرج نفس اللون لو تلاحظي. ايه تو الجيل الجديد يديروا في خرج مخالف. صح يبدا هذا بلون وهذا صح مزبوط. لكن انا قاعد متبع في الشيابين وميزه في الزي الليبي انه يختلف على الازياء التقليديه بشكل عام. صحيح. يعني وفيه جماليه. صحيح. في الزخرف وفي الالوان تنوع. وفي ايه. تنوع من التوانسه قريبين منا في الجبه في الجبه هي بالضبط في تونس قريبين الجبه الفرنسه بالضبط سروال مزينه لكن الجبه الفرنسه قريبين منا. باقي الطقوس بتاعت العيد في طرابلس يبدا من
يبدا من 12 بعدين نحكي لك انا علي بنغازي. يقول لك حاجه يعني، وفي اللي في اليفطر على سبع زبيبات، وفي اللي في وفي اللي في اليفطر على الحوت. مظبوط، ايه المدينه القديمه هلبه يفطروا عليه طبعا. طيب الحوت احنا من احنا ما عندناش طبيخه حوت هيك على الصبح. لا مقلي. لا مقلي. لا مقلي ايه سووا جماعه علقوا على الفاصوليا مره مره حوت محوت بورطه شفت موجود موجود عند بعض العائلات. حلو. لا في هي 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 طرابلس نفسها فيها خلاف، فيها تنوع صح. المدينه القديمه في طرابلس لقينا على البحر، واغلبيه سكانها حياتهم زمان معتمده على الصيد وعلى 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 البحر، فمرتبطين واجد بقصه الحوت والاكلات البحريه في طرابلس. مش كلهم على البحر، ما فيش الا زواره وطرابلس يديروا في كسكسي بالحوت. ايه ايه مثلا، وتوانسه طبعا هذا توانسه. لا 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 في ليبيا، خلينا في ليبيا. لكن احنا مثلا في منطقه الغربيه عندك زواره وعندك طرابلس، بحر يدور في بزيب الحوت. صح فهمتني بالحرايم. لكن من غير من غيره ما تلقاش موجود في في في, في المدن الثانيه. لا حتى عندنا نحن في المنطقه ما عندناش واجد قصه الحوت، خلينا نكون معاك صريح يعني، بغض النظر عن ارتفاع اسعاره تو، لكن وعيت عليه على الحياه في بنغازي بالذات ما فيش العلاقه الكبيره مع الحوت رخيص. يعني كان رخيص في طرابلس، مش كيف طرابلس يعني. طرابلس بعد جيتها وعشت فيها يا بشرى، مرتبطين بشكل كبير بالحوت. نعم. بشكل كبير يعني. طيب إيه نحكوا حتى على الفاصوليا يا استاذ هشام، نحسها تو الاكثريه الفاصوليا يعني ممكن رايجه حتى في طرابلس. علاش خير؟ اكلتنا المفضله في بنغازي. مين ما يحبش الفاصوليا؟ مين ما يحبش؟ يحلقوا علينا يقول لك تفطر فاصوليا الصباح. لا بالعكس، افطر يعني في طرابلس هلبا ناس تفطر عليها. لا تو انا نحكوا مثلا حتى على سبري مثلا، حوش جدي بحكم ان العيله كبيره، المبطن الغور مشروع مشروع رسمي، فخلوها فاصوليا، لكن هي قعدت ستاند. لا لكن يعني حاجة، لكن هو تقدر تقسمه يجي تسكيله لنبطن كل عائله تدير شويه ويلم. تنبله تنبله تنبله. هي ما قالت لك مبدري، انا حتى امي قالت لك حاجات واجد تلف كده. هي سيد هشام لما يتسكر، لما سبحان الله يتوفوا الكبار يتسكر باب العيله الكبير يتغير كل شيء طبعا. هذه القصه نحن قعدنا نحكوا فيها اكثر من استاذ هشام سمح لنا. لا بالعكس، انا والله تفاعلنا معك في الموضوع وردينا لا ورواج بكت. هذه القصه اللي حكت عليها البشرى، غياب الكبار رب العيله او او الجدود او الحوش الكبير ولمه بيت العيله الكبير غيرت الطعم يعني. توزع الاسر الصغيره هذين وتفرق، نجد اللمه حتى بيناتهم صعبه شويه ولا صحيح. حتى الوجبات تغيرت. الملوخيه راحت في طرابلس صح، ما عادش يعني رغم انها هي هذه نحكي عن الملوخيه المرحيه يعني زي في تونس بالضبط، وهلبا يحسبوها ان هي في تونس بس، هي موجوده في طرابلس. موجوده يعني. لا موجوده في طرابلس، لكن توا الجيل الجديد ما يحبهاش شكلها ولا كيف، حسيها كذا ما يعرفوهاش، زي بتنقرض مشت مع الاولين. هم تعرف يا استاذ هشام يعني، قبل تفكر درت حلقه ايام الراديو على موضوع الاكلات القديمه، فلما قلت لهم على موضوع الملوخيه هلبا ناس لا اصلها تونس وهي المشكله. سبها لتوا موجود عندهم بزين بالملوخيه، ما زال عندهم اكله لتوا ياكلوا فيها يعني. موجودة في سبها مزين بالملوخية وأكلة راهو رسمية عندهم، وهالبناس ما يعرفوها. مرحية حتى هم مرحية. إيه مرحية. إيه. تأخذ وقت من الصبح. إيه تأخذ قريب ست ساعات. ست ساعات على نار هادية. بالضبط، على نار هادية. إيه. تأخذ وقت. حلو. خلنا نقرأ شوية تعليقات أستاذ هشام بعد إذنك. تفضل. وائل يقول منورين رمضانك مبروك، أحلى سهريات رمضان. مأمون الشهوبي الكلمار ما عادش فيه. مأمون يقول تخصصكم الفاصوليا. والله الفاصوليا نحن من ما يحبهاش قولها صراحة، بس هو في حاجة صايرة غلط لو نحن ما ناكلوش فيها طول، أول ما تنوض من الفراش تمشي للفاصوليا. هذه تلقيحة يا أستاذ هشام. نشرب في حليب أكيد شيء طبيعي، وناكل معاه في حاجة حلوة. بعدين الفطور الثاني تشرب حليب، فطور الضحى نحن نقولوا له تشرب حليب. والفطور الضحى يجي طبيخه فاصوليا حسا حاجه هيك فوق الجو يعني. اهداء الى اختي سميره ابنها الصلوحه وزوجها. عموما هذه من ليت بالي لا يبالي. سمر العبدلي صح صدقته، ايام زمان احلى ايام صداقه استاذ هشام، واحلى شيء في رمضان فيه بس صافي من بنغازي. تقول لا ليش، عندنا الحوت في بنغازي واجد ونحبوه، لكن ما نديروش في كسكس وبالحوت. هذه مغتربه في هولندا. لا هي بس صافي، قصدي لو تمشي لطرابلس انت مش عارف زايرة طرابلس ولا لا، العلاقه في طرابلس مع الحوت كبيره يعني. صحيح. اكثر من نحن في بنغازي. اوكي نحن عندنا كذا نحبوا الحوت، لكن مش كيف هلنا في طرابلس يعني، يعتبر من الاكلات الشعبيه في طرابلس. هي لا قريب سبع سنين مشيتني بنغازي قاعده في هولندا. لا قاعده تفكر. فنحب نحييك بجديات حسام وبشرى، انت جايبين الضيف بيتكلم على العادات والتقاليد مع
اعطيتوه فرصة يتكلم على كل العدد، قلتون انتم اثنين انتم اثنين والله حتى احنا قلنا حسنا. انا لا انا واحدة من الناس مستحشرين اني ادرس على طرابلس للامانة. ربي يحفظك يا بشرى، خلي استاذ هشام يحكي. نحن نحن عند باية لينا وحق الله. لا 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 سكتنا بس كتير. لا بالعكس، هو هيك الكلام يجي لما واحد يتكلم والثاني يرد. هذا هو احنا ما بدناش نديروها اسئله بس. لا 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 خير هيك، احنا درناها تهدريزه. انت ايه؟ انت على الاقل تحكي لنا على الاجواء غادي كيف، واحنا نفس الشيء. حسين شاد لي يقول لي هدرزنا على المقهى. انتوا قبل بيتزا كريك شيء؟ لا اولاد عمنا. ايوه اي مش عاديه بيتزا بالجرجير قبل. لا موجوده. احمد سليمان بس بشكل سريع هو يقول انا احد سكان طرابلس من مواليد بنغازي من اصل زليتن. من فضلكم تكلموا على كل مدن. والله نحن نحكي على كل مدن ليبيا، ما فيش استثناء يا احمد، لكن خصوصيه ضيفنا يعني اليوم بحكم ان ضيفنا الاستاذ هشام من طرابلس، فنحن نحكي على العادات والتقاليد في طرابلس وفي ليبيا بشكل عام. يعني اكيد نحيوا كل هلنا في ليبيا. سامحنا معلش، لا طرابلس بلاد الكل اكيد طبعاً. اكيد طرابلس تلم الدنيا كلها من زمان، راهو ما فيهاش. بعدين انا راهو امي مولوده في بالخير وابوي مولود في قوس البدوي، فمعناها ما نقدرش نطلع من لا عندك حبي لطرابلس وروحي فيها حقيقه. صح. بينما نحكوا تو حتى على تو السنين الاخيره سيد هشام، موضوع السيوله مأثر في الناس وممكن عليه ظروف وكذا. تشوف ان بجد الموضوع هذا اللي بيقعد لا يقول لك لا انا نحاول بقدر الامكان ندبر راسي كيف انني فرحه رمضان لصغاري وفرحه العيد ما نخليهاش تفوت، ولا تحس الموضوع نقص السنوات هي؟ لا والله قاعده الناس قاعده، حتى اللي تعاني قاعده تعاني. هو راهو قال تحب تفهم الدوخه، اللي تمشي للسوق تلقي زحمه، بالضبط. تمشي للبنك تلقي زحمه، المصرف تمشي لاي مكان يعني تبي تشري حاجه تلقيها زحمه. ما عادش تعرف القصه شنو هي، مع هالضنك ومع هالمشكله ومشكله السيوله واحد، والناس مع هذا قاعده تبي تسعد اهلها وتبي عيد. راهو هذا ما يجيش ديما العيد مره في العام زي ما نقول، وخصوصا احنا العيد الصغيره نحتفلوا بها اكثر من عيد الاضحى. يعني فيه بهجه وفيه فرحه الصيام، فرحه الفوز بالعباده. صح. وهذه يعني هذه الحقيقه امور الناس تقيس فيها، فلهذا يتاسف الانسان لما يشوف الطوابير ويشوف الشيء ويشوف المشاكل اللي الناس اللي جاء. الله ربي يفرج. والله ربي يفرج علينا. بحتى على اعمال الخير سيد هشام، قبل يعني نشوفوا الكبار في السن كيف تلقاهم يتجمعوا يديروا زي اللجان باش يشوفوا من اللي مثلا قاعدين. الحمد لله. لا احكي لنا عليها. لا الخير موجود والجمعيات كويس. موجوده والناس تلم، واللي على مستوى شخصي واللي على مستوى يشوفوا الجار اللي ناقص وكذا، واللي على مستوى مؤسسات مجتمع مدني موجود الحقيقه. خدمه الخير يشوفوا من ناقصه ومن مش ناقصه يعني الحق. لا مازال مستمر الموضوع. لا فيها كل خير الحمد لله. ان شاء الله يا ربي يحنن قلوب اللي بينا بعض استاذ هشام وين ما كانوا، سواء كانوا في طرابلس وفي بنغازي وفي سبا، والله في اي مدينه من المدن الليبيه الثانيه. وان شاء الله يا رب اللي بين ديما ملتمين على الخير، وبيت العيله ان شاء الله يلم كل اللي بين يا بشرى على الخير. نحن هيك وصلنا لنهايه الهدرزه مع استاذ هشام. خلوا لك الكلمه الاخيره. قول. انا نقول لكم العقبه الدايره، وان شاء الله كل عام حيين بخير. وان شاء الله ربي يلمنا يا رب يكون يا رب في بلادنا على خير وعلى محبه وعلى موده وعلى رحمه وعلى ما فيش لا نكد. يا رب ربي يحفظكم ان شاء الله وربي هنيكم. من العايدين فايزين ان شاء الله والعقبه. احنا نقول العقبه الدايره في طرابلس من العايدين فايزين. لانه يقول شنو يقولوا، هي العقبه الدايره هي اللي معروفه طبعا. ثم مره اخرى نجيبوا ضيف سبر الحاجه ربي يحفظكم ان شاء الله. حلقاتنا يا استاذ هشام ان شاء الله. مره جايه بالتخليله تعالي. اي والله استاذ هشام نحن سعداء بجديه. سمحنا وكان كثرنا عليك دوه. انا وبشرى والله يبي ربي الله يسلمك. اليوم راول كيف انا ما شعرتش برهبه التلفزيون. حبيبي والله حبيبي طول عمرك. ربي يحفظكم. من طرابلس حنمشوا للمرج. عندنا تقرير استاذ هشام، بما انك انت قاعد معنا حنمشوا للمرج باش تعرفوا ان احنا ما عندناش استثناء لاي مدينه ليبيه واي منطقه ليبيه. عندنا حاجه اسمها الحاجه فاطمه الشاوش من المرج استاذ هشام. طبعا مشاهدينا الحاجه فاطمه الشاوش تبلغ من العمر 75 سنه، قدمت منها للتعليم قريب 43 سنه، مليانه بالعطاء المتواصل، وتم اختيارها من رائدات الاوائل في مدينه المرج. صح حسام، حتى بعد التقاعد استمرت الحاجه فاطمه بالخدمه في الخياطه، طبعا الخياطه اليدويه في حوشها، تصميم ملابس الاطفال والكبار. شوفوا قصه الحاجه فاطمه ونرجع مع المشاهدين. خلوكم معي. قضيت في التدريس 12 سنة. بعد 12 سنة ساعدوني المديرة. أول مدرسة مسكتها في الإدارة اللي هي مدرسة النهضة.
تعينت في مدرسة النهضة. بعد مدرسة النهضة انتقلت إلى في 79 للبشير. من 79 مستمرة في التعيين في عملي في البشير حتى تقاعدت في 1/7/2008. بعد تم التقاعد بتاعي استقعدت في البيت، استمرت في الشغل اليدوي اللي من سن الطفولة متعودة عليه. نشتغل تريكو فهم تلفونين أطفال رجال نساء كنادي الأحذية تطريز. بعد جيت على التراث القديمة اللي هي قبل يقولوا لها بخشة كان يقولوا لها، توا داروها زي أول ما درتها توا طلعتنا غلفتها ودرتها على هيئة شكل المفارس طاولة تكل نوع صغير ونوع كبير أو تكون مفرش سرير أطفال اللي هنا وريتي. وهكذا استمريت إن شاء الله ربي يوفق في عملي. طب مثلت في التعليم 43 سنة وكنت من رائدات الأوائل. النتيجة الرسالة عندي للشهادة اللي واخذة فيها حاصلة بها على التقدير من رائدات الأوائل. أنا ومعي أربع مدرسات يعني 5 الأوائل الرائدات في المرج اللي هن مذكورات من ضمنهن. طلعت من التعليم ما حصلتش حتى قولوا ترحم والديك. مديرة مدرسة لا تعرفني غفيرة، لا تعرفني عاملة، لا تعرفني ممرضة، لا تعرفني مهتمة بالمدرسة حريصة على المدرسة على النظام وعلى النظافة وعلى تصير العملية التعليمية الكاملة على الوجه الأفضل. طبعا هذا التقرير على الحاجة فاطمة كيف ما قلنا لكم من مدينة المرج، وحكت لنا فيه على أجواءها اللي هي عادة تدير فيهن في الحوش وكيف عاشت حياتها وشنو العطاء اللي قدمتها للتعليم وللطلبة والتلاميذ في مدينة المرج. يعطيها الصحة طول عمرها، وحين نتمنوا أن هي لو تكون حتى ضيفة معنا بإذن الله، وإن شاء الله بالك بعد رمضان نتواصلوا معها أكيد هي وأكيد كل الميمات المتميزات إن شاء الله. طبعا حسام النوه مشاهدين أن مسابقتنا اليومية حيكون فيها ربح يومي جزء 1000 دينار كوبون بقيمة 200 دينار مقدم من أسواق الياس للمواد الغذائية. وسؤالنا اليوم، سؤالنا اليوم اللي حيطلع على الشاشة، أي هذه المسلسلات مشاهدين يعرض على شاشة ليبيا الأحرار؟ 1 العمارة، 2 الكيخلاند، و3 السوس. بس ما عليكم إلا أنكم تدزوا رسالة على الرقم 99199 ليبيانا والمدار مسبوقة بكلمة عيلة، وأكيد من خلال رسائل SMS. بس مش حيكون أي تعليق في صفحتنا على الفيسبوك محسوب. ناخذ فاصل بسرعة تقريحة نقرأ شوية ولا فاصل لينا؟ لينا نقرأ شوية باهي. اوكي ناخذ فاصل وبعدين نقرأ رسائل المشاهدين ان شاء الله. استمتع بالعطلة في اجمل الاماكن السياحية في العالم مع كيفالاي. عروض مميزة في أرقى المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والحمامات وبأقل الأسعار. باقات مميزة خاصة بالعرسان توفرها كيفالاي للسفر والسياحة، تشمل إقامات فاخرة وجولات، مغامرات سياحية، استقبال وتوديع بالمطارات. كيفالاي، العالم صديقنا. كيفالاي، العالم صديقنا. مذاق لكل الأذواق. Money in your pocket don't mean nothing if you ain't where it is.
قادمة بعد طول انتظار ورجاء. بطرق الباب على عالم الإغصاب والإنجاب عاد الأمل بحسن المرافقة والعناية الفائقة، بفضل أحدث التجهيزات وأرقى الأطباء أتت لحظة السعادة الخالصة وفاز الأمل. مستشفى الأمل بمصراتة، نزرع الأمل. مرة ثانية مشاهدينا وين ما كنتوا، رحب بكم مع زملائي في برنامج بيت العيلة، بشرة وعز وكريفة. تعرف بين عز صح فطورك؟ الله يسلمك. أنا بشرة سنعزل. أنا وعز قريبين بعضنا اليوم في الألوان، غير هو لابس أكثر بياضا مني بس نور. عز الله يسلمكم بوجودكم. مشاهدين ومتتبعين نجم العيلة وين ما كنتم، أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم اللي تبعته طيلة شهر رمضان بيت العيلة. ضيف حلقة اليوم في نجم العيلة يختلف تماما عن ضيوفنا في الحلقات اللي فاتوا. ضيفنا اليوم شاب قدر رغم الظروف تميز في مجال من النادر أن تلقى مثلا شاب ليبي وفي سنة يدير نفس مشروعه وينجح. نتابعوا قصة الشاب مراد الهرفلي ضيف نجم العيلة اليوم في تقريرنا ونرجع لكم. مراد الهرفلي حلاق بدرجة فنان، حول مهنة الحلاقة لنوع من أنواع الإبداع وبدأ واحد من أشهر الحلاقين في ليبيا رغم صغر سنه. قصات الشعر الفنية اللي ينفذ فيها الورفلي حولت رؤوس زباينه للوحات بأشكال مختلفة بحسب رغبة زوار صالونه للحلاقة من عشاق القصات الغريبة اللي قاعدين يزيد يوم بعد يوم في ليبيا وخارجها. الحمد لله يعني تمت عندي حتى متابعين، يعني حتى خارج مدينة طرابلس عندي حتى متابعين في تونس في المغرب في الجزائر يشوفوا في تعليقات الدينية. أنا نفرح يعني بعد ما حتى أخذت خارج ليبيا أن يشوف حتى الصور. مراد الورفلي الشهير بمورو الورفلي كانت بدايته صعبة وانطلق من مدينة بنغازي اللي تعلم فيها الصنعة كمساعد لحلاق، وبعدها وصل للمكان اللي يبيه وحاليا يشتغل في طرابلس بتشجيع من أصحابه ليساندوه إنه يكمل في هذا المجال. هي كانت البداية، يعني كانت البداية صعبة شوية، وكنت كبداية طبعا كانت تكنيسة شعر يعني بحت منظة يعني الحمد لله يعني لمدة ما طقتش يعني 7 أيام 8 أيام وصلت إني للمكان اللي نبيه، وكانت البداية يعني صعبة شوية يعني الحياة كانت أول الحمد لله يعني. مراد ومهنة الحلاقة قصة طويلة مش مجرد عمل روتيني. الحلاقة بالنسبة لمراد هي فن ومجال واسع يبي بحث ومتابعة وتطوير يوم بعد يوم. أما أحلام وطموح مراد فهي أنه يوصل لمكانة أكبر، وتمنياته مش خاصة به بس لكن تشمل كل شباب ليبيا اللي يتمنى مراد أنهم يتعلموا صنايع مختلفة ويشتغلوا بيدهم في كل المجالات باش يوصلوا لأحلامهم ويحققوا ذاتهم، لأن الخدمة مش عيب وليبيا لازم تبنى بيدين أبنائها زي ما يقول مورو الورفلي. بعد ما تابعنا وتعرفنا على ضيف نجم العيلة لليوم نرحب بمراد الورفلي من طرابلس عبر الأقمار الاصطناعية. أهلا بك مراد في نجم العيلة. مرحبتين بك يا أستاذ عز، الله يرحم والديك إن شاء الله، بارك الله فيك وأنستنا إن شاء الله اليوم، وأنا أنستك اليوم في هذه الحلقة الرائعة إن شاء الله. أنستنا أخوي مراد وصحة فطورك. كيف رمضان معك مراد وكيف الأجواء وكيف تقضي في وقتك؟ أحكينا يعني عن الأجواء رمضان معك. والله الحمد لله وماشي الأمور وماشي الجو والحمد لله في نعمة إن شاء الله. باهي الحمد لله مراد. مراد ياريت تحكي لنا وتوضح لكل المشاهدين وكل اللي تابع فينا حاليا على شاشتنا، يعني كيف جت قصة تعلم الحلاقة وعلى يدين مني بالضبط كانت البداية؟
والله كانت البداية أخوي عزو كان في صالون عادي في مدينة بنغازي في منطقة اللحيشي، وكانت على يدين أخوي وصاحبي منصر الترهوني، وكانت على يدين أخوي عماد الفرجاني، وكانت علي كحلاوي الكوافي. وكانت بدايتي يعني كنس في الشعر ونمزح في الأمراش، وكانت بدايتي عادية يعني جدا، وما كنتش متوقع أن نوصل المكان اللي قاعد فينا توا بشهرتي، وقصدي المكان اللي تو وصل له ما كنتش اني انا متوقع يوم من الايامات اني انا نوصل له، بالذات ان شهرتي يعني كانت خارج حتى ليبيا، يعني ما كنتش متوقع ان حنوصل المرحله هذه يعني. طيب كيف شفت الفكره، وخاصه انك انت انطلقت يعني بعد ما ممكن كل الصعوبات اللي واجهتك في هذه الفكره، ويعني كيف شفت الفكره يعني بعد ما انت انطلقت، وكيف قدرت توصل اللي انت فيه حاليا؟ يعني قدرت ما شاء الله عدد كبير من الشباب، وصار طلب كبير عليك يعني دائما. يعني شفت يعني زي ما نقول لك يعني كنت نخش حتى مثلا صالونات كي عبد الله مثلا، زي ما نقول لك عبد الله جاي بنحلق، يعني كنت نشوف زي ما نقول لك نشوف نتمنى ان نكون احسن من غيري، يعني نتمنى نكون انا خير من احسن من فلان، يعني نتمنى نكون خير من هذا، فهمت يعني. حاولت اني انا نحط جميع الافكار كلهم في راسي، فهمت، والحمد لله يعني وصلت للمرحله هذه، وزي ما اقول لك حلاق جنبي يعني يدير في لقطه نحاول انا نديرها وخير منها، يعني حاولت نجازف يعني بالموضوع، يعني مرحله والحمد لله وصلت اللي انا نبيه، وساعدوني يعني اكثر من حد، يعني في اللي حطمني كبدايه، وفي اللي رفعني، وفي اللي قال لي لا امشي على مستوى هذا، وفي اللي قال لي زيد خليك لقدام، فهمت، والحمد لله يعني. طيب مراد، يعني الكل يعرف ان ممكن احنا خاصه الرسمات الاخيره اللي انتشرت ممكن او نشوفها ظاهره في ليبيا بالتحديد، يعني هل شفت يعني كيف شفت اقبال الناس، وكيف شفت انتقاد الناس؟ مش الكل اكيد يعرف او الكل يعني في موضوع الرسمات يعني يتقبل الفكره في موضوع الرسمات مثلا. نعم بالضبط، كيف شفت الفكره، وخاصه انه ممكن احنا نعرف ان عاداتنا وتقاليدنا في اللي ما يتقبلش الشيء هذا. هي فعلا هي نصة تويني في اللي يجيني في الحلاق يجيب لي في صورة، فهمت، في اللي يجيب لي في صورة يقول لي نبي زيها، في اللي يقول لي كذا، فهمت، وفي كانت الناس يعني في اللي متقبلش، يعني نسبة اللي متقبلش 70% كانت، فهمت، في اللي يقول لي شيء حرام شيء قزع، لكن الموضوع مش عندي يعني تو بالذات موضة، يعني 2018 يعني الشباب يحبوا يديروا أكثر منك، فهمت، والموضوع كاين في يدي يعني، فهمت، في اللي ينصح فيا، في اللي يقول لي لا الشيء حرام وكذا، بس هذه خدمتي يعني، أنا قصدينا كما درت شكي ما نشهرش يعني في المجال اللي نوصل فيه. طيب كيف شفت الفكرة، وخاصة الرسم مثلا على الرأس مراد، وكيف شفت الطريقة، هل كانت صعبة، وكيف يعني تعلمت الرسم بالضبط، يعني أنت كيف طورت من الحلاقة مثلا، والشيء هو اللي قلنا هو اللي يميزك ممكن عن باقي الا المحلات الثانيه؟ عاود السؤال اخوي عز، ما سمعتكش كويس. قلت لك كيف تميزت يعني، وخاصه انك زي ما قلت ان في طلب عليك، وخاصه على الرسومات يعني على الراس، قلت شباب يجيبوا لي في صور، كيف شفت الفكره يعني، وهل الطريقه كانت صعبه يعني، وكيف تعلمت بالضبط انت الرسم يعني على الراس؟ والله تعلمت الفكرة عن طريقة الرسم في الرأس، يعني كان عندي ممكن ديما قريب 1200 صديق يعني عندي على نستا، يعني أجانب يعني حلاقين، فاهم، نعم، وكنت نتفرج يعني على الرسمة، وكنت نرسم فيها، عندي مذكرة يعني في الصالون، يعني نرسم بعد ما نقدر مكسد يعني هيك نقد نرسم في رسمة، ونحاول إني أنا نديرها وخير يعني، فاهم، ديما أوصل مرحلة أحسن، مش مثلا نفسها يعني، نعم، نوصل مرحلة اللي أحسن منها، فاهم. طيب اكثر طيب مراد، هل يعني اكثر الانتقادات اللي تجيك وكيف تتعامل معها، يعني خاصه مع وجود يعني بعض قصات الشعر، يعني زي ما قلنا صعب ان الاشخاص يعني يتقبلوا هذه الفكره، يعني في اللي زبوننا نغير له في رايه يا استاذ عزو، تقدر تقنع يعني باسلوبك الخاص؟ نعم اكيد، هذيك كما تكونش مثلا في اسلوب وتقنع انت الزبون، ما انا مش حلاق يعني، اهم حاجه ان الذوق قبل ما تقعد حلاق، يعني نعطينا في الراي نتاعه، نقول له نشرط عليه مثلا، نقول له في عندك كذا، في عندك القصه هذه احلى، مرات انا اشرحها له، مرات عندي صور يعني عندي في التليفون، يعني اشرح له احلى من قصه يعني مثلا هذه تمشي معك هذه كذا، فهمت، في اللي يقول لي مثلا دير لي عجبك انت، في اللي يجيب لي في مثلا يعطيني فكره هو من عنده، فهمت، وكيف ما يحب الزبون قبل ما ندير لنا اي حاجه. نعم مراد، اول شيء شو رايك في حلاقه حسام يا مراد؟ ومراد عنده عنده سؤال لك. ما تشوفش فيه يا مراد ولا مراد؟ لا ما سمعت. مراد انت خريج هندسه صح؟ مهندس خريج هندسه قسم المساحه.
ما شاء الله. تمام، قسم مساحة. باش نجابك من الهندسة للحلاقة؟ والله من قبل ما نقعد مهندس حلاقي. اوكي. يعني انت اساسا في مهنة الحلاقة قبل ما تخرج يعني؟ يعني قريت متوسط، وكنت يعني ايمت كنت نقرا في محا متوسط. تمام. كانت مهنتي حلاقه يعني. تمام، ربي يعطيك الصحه، منور. انا نتمنى لك الحق انك انت تكون باش مهندس قد الدنيا، وبجد يعني ان شاء الله بارك الله باذن الله تكمل في الهندسه. لكن في اي لا، انا نتمنى تكون مهندس مهندس يعني في المساحه والتخصص اللي قريت فيه، انك انت تبدع فيه زي ما ابدعت في الحلاقه باذن الله. ان شاء الله بارك الله فيك استاذ بشرى. تسلم. منور مراد، انستنا. تفضل. اكيد طبعا مراد، احنا يعني قبل ما نعقبه على كل كلامك وخاصه حلقه اليوم، الكل يعرف ان فقرتنا متميزه، نبغى نسمع كلمه اخيره مثلا من مراد لكل الشباب اصحاب المشاريع الصغيره في ليبيا. سمعتك استاذ عز وعاود السؤال. كلمه اخيره توجهها من فقره نجم العيله لكل الشباب الليبيين اصحاب المشاريع الصغيره، مثلا اللي عنده محلات او عنده فكره يعني تكون نوعا ما مميزه عن باقي الافكار المشاريع الاخرى يعني. والله يا استاذ عز، نتمنى اي ليبي حلاق يعني ايش نبي نقول لك، يعني نحن الليبيين عندنا فئه الصنعه هذه، وخاصه في مدينه بنغازي يعني من نادر انك انت تحب مصري او جزيري او مغربي انه هو مثلا يكون حلاق، يعني اغلبيه نحن غادي اكثريه في الشرق يعني حلاقين. ونتمنى يعني اي شاب ليبي نتمناه يعني يكون حلاق، وكيف ما مثلا مشهوره تو المهنه هذه وداري لها رابطات وداري لها مثلا اكثر من شركات في لبنان وفي المغرب وفي الجزائر، نتمنى يعني تكون عندنا المواضيع عيا في ليبيا، فهمت؟ نعم. يعني باش يعرفوا ان الليبيين يعني خاصه في مهنه الحلاقه يعني نكونوا حلاقين، احنا نكونوا نمبر 1 يعني، فهمت اللقطه؟ نعم. يعني نتمنى اي ليبي يكون حلاق، ونتمنى يعني نتمنى ليبي صنعته حلاق كبدايه كهو في نعم. سنه يعني بالذات تكون سنه صغيره كيف ما انا. نعم. استمرت بها المرحله هذه وتعبت الحق في البدايه، يعني ممكن مر علي سنتين يعني وعرات ما شاء الله، ونتمنى اي حد يعني السنتين هذين الوعرات اني ناطحت فيه، ما نتمناش اي حد يعني يوصل للمرحلتين يعني. ربي يعطيك الصحه. ربي يعطيك الصحه مراد. طبعا شباب يكلموا فينا من الجاليري يقولوا جايينك مجموعه من تو يجيك عزه بالعيد. ان شاء الله. لا بس سلم الامر اكيد يعني مشكلة. الكل عارفين انه في شهر رمضان دائما يعني الازدحام والزحمه يعني دائما عصرنا. لا دينا واصله يا مراد عاد. والله تليفوني حاطه على الصامت انا استاذ عز ومن بدري ويرن. الله يبارك. ما نبغوش ناخذوك اكثر من هيك يا مراد، نحييك طبعا من خلال فقرتنا إن شاء الله نجم العيله وكل كادر بيت العيله يحييك، ونتمنى لك كل التوفيق، ونقول لك ان شاء الله ربي يعاونك صديقي، وان شاء الله تكون يعني وتوصل اللي انت تبي توصل له. توا كل مشاهدين نجم العيله وكل متتبعين بيت العيله، خليكم مع البعض من اعمال او لقطات مراد اللي انتشرت عليه السوشيال ميديا، ونتلاقوا غضوة بإذن الله. هي كانت البداية يعني كانت البداية صعبة شوية، وكنت كبداية طبعا كانت تكنيسة شعر يعني. زين طلعت على الهواء رسمي. مشاهدينا مرة ثانية رحبوا بكم في برنامج بيت العيلة. نمشي الفاصل، وأكيد بعد الفاصل رجونا ما تمشوش بعيد، حنكونوا مع الفنان القدير والمبدع فناننا عياد زليتني. خليكم قريب. كثير من المرضى الذين يشتكون من الصداع وآلام الظهر يفاجؤون بأن السبب وراء هذه الآلام هو الفراش الخاطئ. عندما تنام على فراش غير صحي يحدث انحناء مستمر لفقرات الظهر، مما يؤدي إلى التهاب الغضاريف والتي بدورها تضغط على العصب فيسبب آلام الظهر والصداع. لذلك ننصح مرضانا دوما بفراش صحي كفراش الربيع. فراش الربيع، الاختيار الصحيح للنوم المريح.
فينتين، مذاق لكل الأذواق. مصدرها طبيعي 100%، معقمة بالأوزون والأشعة فوق البنفسجية، متحصلة على شهادتي المعايير القياسية الليبية والآيزو الدولية، تعبأ وتفحص آلياً في جميع مراحل الإنتاج، عذوبة، نقاء، ومعدل أملاح ومعادن مثالي. مياه شيماء، لصحتك اشرب ماء أكثر. استمتع بالعطلة في أجمل الأماكن السياحية في العالم مع كيفالاي. عروض مميزة في أرقى المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والحمامات وبأقل الأسعار. باقات مميزة خاصة بالعرسان توفرها كيفالاي للسفر والسياحة، تشمل إقامات فاخرة وجولات، مغامرات سياحية، استقبال وتوديع بالمطارات. كيفالاي، العالم صديقنا. كيفالاي، العالم صديقنا. أول البادي بالصلاة على الهادي وأهل السعادة كلهم حضار، أول البادي بالصلاة على الهادي وأهل السعادة كلهم حضار، وتاني تهنى خاطري لو إن كيف ما نتمنى في الربيع وصار، وثاني الثريتة صوب من غاليتة شدايد لقيتة والدليل احتار. رجعنا من جديد مشاهدينا، مشاهدي أكيد بيت العيلة، الجزء الثاني من البرنامج مهم ومميز بوجود ضيف مميز أعطى أكيد للمشهد الدرامي في ليبيا، سواء مسرح سواء تلفزيون سواء راديو، من عمره 50 سنة، هو مازال صغير لكن ما شاء الله عليه. يعني مسيرة 50 سنة بسم الله ما شاء الله، أدوار مميزة كممثل وكمخرج أكيد تميز، مش نكتر احنا الدوا أكيد. نجم معروف وقدمناه قبل ما نمشي للفاصل، كيف ما قالت لكم بشرة، تاريخ وأرشيف كبير، وبرضو عطى المكتبة الليبية كغيرها من الفنانين الليبيين القدامى الكثير والكثير من الإبداعات والأعمال الفنية. نجمنا الأستاذ عياد زليتني، مرحبتين بك في بيت العيلة. أهلا وسهلا، نشكركم على التقديم، بارك الله فيكم. مدرنا شيء والله، شوية والله ما قصرتوا احنا صراحة. موتين هذا بالحلقه، احنا بنقدموك. ربي يحفظكم ان شاء الله، ربي يحفظكم وعيني ما تضركم. صح الله يسلمك. يعني هو السؤال سؤال بسيط يعني، نعم. من الزراعه للتمثيل كيف جت؟ من محاسب في الزراعه للتمثيل؟ وانت المعلومه هذه منين جبتها؟ والله فعلا انا كنت طبعا في البدايه محاسب في وزاره الزراعه، وسني صغيره راه كنت نقرا واشتغلت بالاجر اليومي ذاك الوقت 50 قرش في اليوم بس. والله بس خير وبركة. نعم والله، 50 يومية هذه، هذه يومية. ايه؟ في الكم أستاذ؟ هذه في ال 64 ما شاء الله صغير. ايه؟ هذاك الوقت يعني قلت لك حتى العددية ما عنديش. ايه؟ عرفت كيف؟ واشتغلت في وزارة الزراعة وبعدين يعني انتقلت إلى الإعلام. ليش؟ لأن بعد ما خشيت الفرق المسرحية وغيره وكذا. ايه؟ كذا يطلبوا مني، معنا في تفرغ، لأن في الأعمال اللي بنشتغل لما يكون خاصة خارج طرابلس. ايه؟ يبوا على الأقل تفرغ. صح. فأنا مرة واثنين وثلاثة كثرت على ما وصوك. كثرت على الرئيس الرئيس بتاعنا والله. فشنو بصراحة أنا تحشمت، جيت لرئيسنا هذا وقلت له والله بصراحة أنا راهو نبي ننتقل هذا الوقت، نبي ننتقل للإعلام. قال لي يفتح لك ربي، ما باش راهو ما باش يوافق. أنا قال لي قابل، انت تبي تشتغل هنايا حلو، ولما يكون عندك تفرغ اطلع ما عندكش مشكله. لكن انا ما رضيتهاش والله ما رضيتها. يمشي هذا ياخذ بعدين هو اجازه يجي واحد ثاني في مكانه. مشيت قدمت لاني على طول الطلب.
وافق. وافق على. وتعرف لما جي رجعها قال كيف توافقوا له؟ كيف توافقوا له؟ هذا أنا معتمد عليه. سبحان الله. إيه طبعا العمال في ذلك الوقت والله العظيم كلهم يجوا يرجعوا فيه أنا. سبحان الله. نساعد فيه. يعني إيه. وصغير في السن أنا. إيه صغير هذاك الوقت. لحظة تو ما شاء الله عليك. الله يحفظك. هذا من دقكم يعني. ربي يحفظك. ربي يحفظك. شو اللي استهواك في التمثيل والمسرح والدراما والأجواء هذه؟ شنو اللي جبدك أكثر شيء؟ هو 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 السؤال معلش يا بشرى يعني كيف جيت يعني للمسرح والتمثيل والتلفزيون؟ هي شوفي نقول لكم حاجة، من البداية استهواني الشيء هذا وأنا قاعد تلميذ. إيه؟ تلميذ مش طالب، مازال ما وصلتش للمرحلة. فاستهواني هذا الفن. أنا نلاحظ في الطلبة يديروا في بعض المشاهد لما إيه؟ في نهاية كل عام صح المسرح بتاع المدرسة بتاع نهاية أيوة كل سنة. المسرح إيه؟ المدرسي. فأنا نشاهد في المشاهد اللي يديروا فيها العروض. إيه؟ واستهواني هذا الشيء لكن خايف ما قدرش نخش معاهم. إيه؟ الخوف شو سببه؟ في رهبة. أها. مش إيه اجتماعي الموضوع وموجودة رغم معنا حتى الآن الرهبة. إيه؟ هذه موجودة لحد الآن لكن في ذلك الوقت يعني وأنا سني صغيرة ما قدرش نخش معاهم إلا بعدين بعد يعني ممكن فترة 3 سنين 4 سنين بعد ما خشيت زي ما قلت لك للعمل بالوزارة الزراعة مشيت لواحدة من الفرق الأهلية انتسبت للفرق الأهلية كان في لزر بكر حميد هو اللي قدمني الله يرحمه رحمة صراحة. الله وقعد يتابع في أعمالي وغيره وكذا طبعا إحنا هذه الأشياء ذكرتها كثير ما عادش بنكررها ايه. بصراحة وكان معك سيد علي القبرون حتى هو الله يرحمه كان معي طباع في الزراعة ايه في الزراعة حتى انت هو المعلومات جبتها كانت انت ما شاء الله عليك رب يعبد سلمك سلمك لا والله ما شاء الله عليك تستذكر بس كي لقطات والله المعلومات هذه انت اللي جبتها بس انا كلتالي احنا توا شويه لكن شو دو نسر السدعيات وين لقيت روحك ما شاء الله يعني مسيرة تبارك الله عمر وبنيت مدرسة نعم. وما شاء الله خديت بهالبناس ولكن شفناك مخرج شفناك ممثل نعم. شفناك في الراديو نعم. وين لقيت نفسك أكثر شيء والله أي عمل يستهويني في داخلي نلقى في روحي ما نتأخرش عليه في الإذاعة في المسرح في التلفزيون أي عمل يستهويني كويس. المهم نلقى في نفسي يعني ايه على طول نخش على طول كويس علاش الفنان القدير عياد زليتني عرفوه المشاهدين بادوار الشر اكثر أيوة. انا هذا عارف انا بتقولوه السؤال هذا والله عارف بتقولوه تعرفوا في منشطين الله يذكره بالخير عطيه باني استاذ عطيه باني أكيد 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 يعني بصراحه ربي يحفظه اكيد طبعا الحقيقه أكيد. في قناه وعد ايه كان هو يقدم فيه فهو استضافني في القناة هذه كويس شن سماني شن تتخيلوا يسميني فرعون الشاشة الليبية يا ساتر أنا فرعون وصلت فعلا للدرجة هذه هو حساك ولكن يعني من كتر ما تقمصت الأدوار والناس حبتها يعني حتى سدعيات لأنه شنو لأن بداية انتشاري كانت في مسلسل الهاربة إيه؟ الهاربة وأنا أخذت في دور طبعا يعني دور شرير إيه؟ هو العمل عموما أي عمل لابد في جانب الشر وجانب طبعاً. الخير لابد في حد بيمثل دور الشر والجانب الثاني الخير فأنا اخترت هذه الأدوار على اعتبار فيها عطاء أنا هيك وجهة نظري فيها عطاء كبير ما نحبش الأدوار السطحية هذه في من يأدها لكن أنا نحب الأدوار اللي فيها عمق يعني فيها عمق أنا نبي نتعب فيها بصراحة ومساعدتني شخصيتي مساعدتني يعني وين حصة حو؟ وين حصة حو؟ لا ما حصة حو حصة حو هل هي شريرة شخصية إيه هذه؟ لا حصة حو تدخل فيها الشر لا بايت أول شخصية يعني لطفي إيه؟ في وين حصة حو؟ شخصية شريرة استرعيات هذه مش شخصية أخرى لا شخصية ثانية ومستشار وساعدتها في الحزب ومنكد عليه مرتها بس مازال لكن هذيك من هي مش من هي مازال ما قلتلناش علاش أغلبية الأدوار اللي فيهن الشخصية اللي خلينا نقولوا مش نقولوا شريرة نعم. أو دوار الشر يعني أقرب من الأستاذ عياد زليتني يعني هو عادة الممثل المشاهد لما ينسجم العمل يعتقد نعم. بأن الشخصية اللي أدي فيها الممثل ترتبط بهو نفسه يعني بشخصه أقول لك علاش لأنني لما مثلت أدوار الشر مش مقبضة عرفت يعني حتى يحبوا يتابعوني ليش لأن فيها 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 خفة ظل عرفت ما هيش مثلا مقبضة كتير هيك عرفت كيف نجيب في بعض الجمل هذه من نيرة مرات حتى مش يعني. إيه نعم إيه؟ في بعض الجمل نجيب فيها من ذاتي يعني تمام يستحسنها المشاهد فهمت كيف فلذلك كل أدواري هي شريرة صح
عرفت كيف؟ لكن مقبولة عند المشاهد. توا في مسرحية الشيطان. إيه. وهي والشيطان اللي محمد شرف الدين الله يرحمه. رحمة الله عليه. هذه المسرحية نأخذ دور الشيطان، لكن عندما قالب إيراج المتفرج، أي متفرج في الصالة إيراج أمتى يطلع الشيطان؟ إيه إيه. بصراحة يعني. ما نشكرش نفسي لكن هذا الموجود. هو واقع طبعًا. إيه. طبعًا. لأن شنو؟ لأن الإنسان أهم شيء شنو أنت وضعك صح في الشاشة. هل فيه قبول ولا ما فيش قبول؟ صح صح، هذا مهم. وهل أنت استطعت أنك أنت تجسد الشخصية ولا ما استطعتش؟ هنا السؤال. كويس. بقى هو بين الإخراج وبين التمثيل، يعني هو ممكن من الصعب لما تكون وراء الكاميرا مش زي قدام الكاميرا. أكيد. أستاذ عياد. أكيد. آه لما تتلقى الأوردر من المخرج مش زي لما أنت تعطيه. طبعًا. كيف تشوفه ممكن الوضع هو؟ خصوصًا ممكن حتى المخرجين يكونوا أصغر منك سن، تتقبل الموضوع تقول لا أنا ممكن من ناحيتي أو من فكرتي الإخراجية يا ريت يعني تتدخل في الرؤية والله الإخراجية للمخرجين. حاجة يا بشرى، في حاجة مهمة جدًا. مش كل مخرج ياخذ منك الملاحظات. اها. يعني عيب هذا؟ هو اكبر عيب. لان انت اي واحد بيعطي ملاحظه لما بيعطي ملاحظه اسمع منها شنو هي الملاحظه. صح. هل تثري العمل؟ هل ما تثريش؟ خصوصا اللي عنده خبره. طبعا. لان شنو هو يراها نقيصه. اي المشكله. صح. لما انت تعطي ملاحظاتك يراها نقيصه. فاني اصبحت ما عادش نعطي في ملاحظات. للأسف يعني. ممكن أستاذ عياد يقول لك لا كل واحد ومدرسته، يعني ممكن يتقبلها لكن ما ياخذش الرؤية. بها هذيك ايه؟ الرؤية. ممكن ما ياخذش بها يقول لك اوكي شكرا بالضبط. لكن كل لكن واحد ومدرسته. احيانا لما تجي تقول لي يا ريت نخدي ملاحظتي. ايه. لما يطلع العمل تقول يا ريت يا اخذت ملاحظه، لان الملاحظه انت اللي بتقولها في العمل هذا مش من فراغ. لان واحد زائد واحد يساوي اثنين. صح. ما نختلفوش فيها. صح صح. عرفتي كيف؟ وبعدين عاداتنا وتقاليدنا عارفينها كنا. عرفنا وعاداتنا وتقاليدنا ما فيش حد ما يعرفهاش. انت من خلال العرف والعادات والتقاليد بتعطي ملاحظاتك. صح صح. حتى مرات حتى في جوانب دينيه. صح مزبوط. لازم تدخلي فيها. كيف باستاذ عياد نرجع بك لورا شويه. نعم. للدراما الليبيه. نعم. وردوا انت حضرتك ذكرت مسلسل الهاربه، يعني من اكبر. نعم. المسلسلات ومن اكبر الاعمال الدراميه اللي يعني بصراحه يعني. نعم. كان لها مكان في ارشيف التلفزيون. أكيد. الليبي، وكان لها ذكريات حتى لان عن توا لما حكيت على الهاربه نستذكر في بعض اللقطات منه يعني. نعم. المسلسل الدراما الليبيه في هذاك الوقت يعني كان عندها النص وكان عندها الإخراج وكان فيه قصة يعني فيه عمل. شو الاختلاف بين زمان وبين توا في الدراما الليبية؟ هو شوف الاختلاف في شيء واحد. طبعا قبل كانت الإمكانيات ضعيفة. صح. التقنية ما كانش فيه تقنية. لكن الآن توا فيه تقنية. صح. لكن ما فيش. ومع هذا. إيه؟ ومع هذا مش معنى هذا ما كانش ناجح الأعمال السابقة. والساهرون والفال. إيه نعم. طبعا. وادي الحنة. وادي الحنة. إيه وإيه. نعم. كتير الأعمال. مفسدون في الأرض. خلي أعمال مشتركة هذه والسوس وغيرها. أكيد. إيه. إيه. كلها أعمال يعني ناضجة. صح. وأثرت يعني فعلا أصبح لها مشاهدين يشاهدوا فيها. صح. لكن برغم الآن فيه تقنية وفيه كل شيء، لكن للأسف مش كل الأعمال ناضجة تو، خاصة تو في الأعمال في شهر رمضان المبارك. هذه الأعمال اللي تو خاصة في السنة هذه، وأنا أشكر الأستاذ سليمان اللي يتاح الفرصة لعديد الشباب. مظبوط. عديد الشباب خدوا حقهم في السنة هذه. نعم. وصحيح هنا في ملاحظات، لكن بداية ألف ميل يعني تبدأ بخطوة. صح. مسيرة ألف ميل تبدأ بخطوة. الملاحظات كانت على شيني متأمم يعني من رأيك من وجهة نظرك يعني لما تشوف الأعمال يعني في الصورة عامة. في الصورة. إيه؟ ما هيش هي. عرفت كيف الجودة يعني الصورة ما هيش مش هي يعني. من أي ناحية يعني؟ من ناحية إخراجية نحكي على لقطات ولا تحكي على كواليتي ووضوح الصورة مثلا؟ كواليتي. إيه؟ وفي نفس الوقت حتى أحيانا تلقاها الصورة مش مكانها. عرفت كيف؟ فيه حاجات زوايا كاميرا في بعض إخراجيا. أه. إيه إخراجيا. إيه إيه. لا هي تحتاج. أولا نشوف أنا أقول لك حاجة، المفروض نهتم بشبابنا. كيف إحنا عندنا عدة اتفاقيات مع الدول الأخرى. كويس. ليش ما نبعدش شبابنا يدرسوا التقنية دورات البرية؟ إيه دورات. إيه. عندنا اتفاقيات يعتمدوا هذه يعني تعتمدوها هذه الأشياء وما فيش وراها مصاريف هي أصلا. أنت وقعت اتفاقية يا سيدي نفذ، خلي شبابك يمشوا، خلي يطلعوا على الأقل. نتمنى أن يجي وزير يفهم على الأقل ويبعث الشباب وياخذ بيدهم. صح. يشجعهم يعني لأن فعلا محتاجين لدورات.
هذا المطلوب يعني. باهي اوكي عندنا نشوفوا مع بعضنا إيه؟ حاجه هيك من الاعمال اللي اشتغل فيه استاذ عياد ضليتني وبعدين ردوا معك مشاهدين. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا بالصح طوبة. شنو اخبارك؟ شنو امورك؟ وراك وراك. اي نعم تفضل قام تفضل. راهي ما تنهالش راهي صداقة 40 عام. يا سلام عليك. شنو اخبارك وشنو امورك؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كيف اخبارك انت؟ والله ماشي باه اللهم لك الحمد. باه باه. شنو هالتحسنات تبارك الرحمن؟ ما بصراحة بنقول لك ألف مبروك يا ودي. ماهيش في صالح ولو بنقولها لك يعني. إيه لابد لكن. لكن مش في صالحي. علاش مش في صالحي؟ لأنك من بيحوت معاي؟ من اللي بيهدرز معاي في القهوة؟ مش في جديدة. يقول أبو التعويض أنا لازم نحوته. شكون؟ أنا لطفي يا حواء. كيف لطفي؟ يا ودي لطفي خوك. لطفي خوي. لطفي خوي ودم يا بوي. إيه. بعطيني أمارة يا بابا. أمارة. أولادي زوني وحمودي وأمجد. لا لا مرتك شن سمعها؟ هوا مرتي مفيدة. مفيدة هو لطفي معناه. هو لطفي معناه بسم الله الرحمن الرحيم. خيرك يا راجل خيرك يا راجل مش نافع قبات اللي. خلاص تأكدتي. شنو تأكدت أمارة شنو شنو اللي أخوك يا حوا؟ شنو اللي أخوي يا راجل شنو يعني يتبتني اللي أخوي يعني ما ندع عليه حتى اللي يحكيك. شنو خوف لهالدرجة؟ خوف لا تو زغرت لك المعنى وخلك ما زغرتليش انا اخوك. لا خويا واحد خش خش عشت هذا اللي خلاص. استاذ عياد شنو قصة المشهد هذا؟ هو كيف ما قلت لنا مشهد مرتجل ماهوش في النص. يعني هو اخذ الحذر عرفت كيف؟ لما جاي اولا جاي في ليله صح عرفت؟ ولابد انه هو يبرز باي انت اسمك لطفي وخوي باي سيدي بعطيني على الاقل اعطيني اماره بعض اماراتك شويه. طبعا سمى الابناء بتاعها وسمى طلبت منه يسمي زوجته وسمى زوجته ومع هذا قاعده خايفه يعني. قاعده خايفه وهو امر واقع يعني زياره مش في وقتها يعني تبي الحق الحذر تو يعني كل واجب ايه صراحه الحق صح صح. لما نجي نشوفوا وين حصة حواء كنا نحكوا توق في الكواليس على المسلسل وتحية كبيرة لأبلة لطفية إبراهيم أكيد وكل اللي كانوا معاكم بسم الله ما شاء الله أستاذ فتحي أستاذ سعد كل حتى الشباب والله اللي كانوا كلهم ما شاء الله ما شاء الله منورين ما ننكرش كلهم بعثت لك تعليق بعد 30 سنة طبعا طبعا وبعدين فتحي ما شاء الله سعد الكل أيوب يعني سر التألق الناس حست إن موسى محمد بن يوسف الناس تعليقها محمد عثمان برغم عطيه مشهد واحد أول مرة يقول لك إحنا حسان ممثلين ممكن كان في انتقاد كبير قبل على الممثلين اللي بين إنه يقول لك في نوع من التصنع لكن المسلسل كان واقعي الناس يعني كل الممثلين الكبار يعني ربي يحفظهم تقمصوا الشخصيات كأنه واقع كأنه مقعمزين معانا هيك شنو السبب علاش كانوا قبل شكل وفي المسلسل هذا شكل ثاني؟ نقول لك لان احنا اولا قبل لا نبدا العمل جلسنا مع بعضنا على الطاوله وقرينا العمل كله مطبخ. مع بعض نعم وحتى بدينا ملاحظاتنا وسامي حتى ما شاء الله عليه بصراحه سامي اعطانا الحريه المطلقه كويس بصراحه حلو. كان ما شاء الله عليه وبعدين يعني كل واحد كل ما قال اي واحد ملاحظه ناقشوها كنا مع بعض كويس ممتاز اي لان مش اي واحد ايه؟ كنا مع بعض نناقشوا هذه الملاحظه ونصلحوها ونعدلوها بصراحة يعني فكلها كانت أسرة واحدة أي عمل لما كلها تجتمع مع بعضها ويكون في حب للعمل هذا ينجح لكن كان فيه رد وأخذ وجبد هذه اللي مش مزبوطة أي عمل لما صح. يكون فيه تكاتف ينجح أي عطتوه كيارة يعني طبعا, أي. طبعا أول حاجة استطلت فيها إبراهيم توجه لك تحية تفرج علينا تو إحنا وجه لك تحية أكيد فعلا وتحيي بس عليها بالخير أكيد عودة الأستاذة القديرة لطفية إبراهيم بعد غياب يعني والله شوف 30 سنة أنت ما خليت لي شيرة لا والله ما دويت بكل أنا رب عليك والله لأن فعلا هذه الإنسانة هي موهوبة من عند الله سبحانه وتعالى صح إنسانة موهوبة عفوية وتلقائية في تمثيلها صح طبيعية وبعدين يعني لما عادت كينها ما غبتش صح بل زادت صح. بل زادت تفوق بصراحة ولذلك أحييها في هذا العمل يعني وإن شاء الله ما زال تعطينا أكثر وأكثر
ان شاء الله يا رب ان شاء الله. استاذ عياد، طبعا نحن في حلقه اليوم نحكي على العادات والتقاليد في ليبيا بشكل عام، ونبغى ناخذ منك شويه هدرزه. انت اكيد عندك ذكريات على رمضان وذكريات على جاينا باللبسه الترابلسيه ايام زمان، اجواء رمضان في طرابلس. اجواء رمضان في العاده طبعا لمه العيله مع بعضها. انتم سميتوا هذا بيت العيله صراحه. فعلا هو اسم على مسمى صراحه، يعني هذا بيت كل الليبيين، وهذا شيء جميل وشيء رائع. الحمد لله احنا فعلا في رمضان نجتمع كل العيله مع بعضنا، صح، نفطر مع بعضنا، وبعدين تزاور مع بعضنا، هذا يزور اخوه، هذا يزور خالته، هذا يزور عمته، يعني كلها بهذا الشكل، هذا يزور عمامه، صح، يعني كنا رمضان بهذا الشكل. طبعا مع المنوعات في الاكل والشرب وغيره وكذا، برغم يعني هل الأشياء هذه هي مقلقة للجيب؟ طبعاً طبعاً إيه أكيد رسمي ولا لا؟ طبعاً مقلقة للجيب، لكن رمضان يجي بصراحة برزقة صراحة، وحمل الجماعة ما يجيش أكيد صراحة. أستاذ عياد، غير اجتماعياً، نعم، فنياً رمضان في زمان في طرابلس كيف كان؟ كيف كان أجواء رمضان؟ تو الآن قبل كان فعلاً تلتقي المجموعة كلها مع بعضها وتجلس مع بعض. كنت أنا طبعا كنا نقعمز مع بعضنا، المتحدد أخوتي وعطل المزغي الله يرحمه، وجه له تحية أستاذ كبير، صح، إيه، والمرحوم عمران المدنين الله يرحمه، يعني عم الله يرحمه، كنا نلتقوا مع بعضنا جلسة خوت هكي ونتحاوروا مع بعضنا وشن نديروا وشن ما نديروش، ونقعدوا أحيانا نقعدوا لين الشمس تضرق علينا بصراحة. لكن الآن ظرف الحياة تغير معزي قبل، صح، بكون نحكي على سبر عائلة عياد الزليطني، يعني في العيد، مثلا في العيد طبعا في العادة طبعا نمشي لأخوي الكبير، يعني أخوتي كلهم تلتقي غادي اللي هو أبو عجيلة، جميل، نحيو الله، الله إن شاء الله يعطيه طولة العمر إن شاء الله يا رب. الحقيقة كنا نلتقوا مع بعض، حوش العيلة عنده يعني، إيه، نعم، نعيدوا مع بعضنا، وبعدين سبر الماكلة، سبر الماكلة يجوا مع بعضهم يعيدوا في هذا الحوش مع بعضنا كويس. كنا وبعدين العشية في العادة طبعا أنا في الظهر إذا الساعة 4 الساعة 5 بعدين كل سلفة تمشي لأهلها كويس عندهم ملا بهذا الشكل، حلو. خوتي نفس الشيء، يعني إحنا كنا نجلس مع بعض ونسوينهم يمشوا فاصوليا فاصوليا بالكرشة ولدنا نحكوا على الحوش ونحكوا على بيت العيلة. قول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مني لولو هذه. ربي يحفظها إن شاء الله. مساء الخيرات. مساء النور. صح فطورك. ربي يحفظك إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين. وأنتي طيبة. أنسنا بابا يا رجاء. الله يأنسك وإن شاء الله ديما ملمومين على الخير. إن شاء الله. وأحلى لمة وأحلى برنامج. بشرى وحسام، ربي يحفظك، الله يسلمك يا رب. ونشكر قناة ليبيا الأحرار صراحة على استضافتها الكريمة للوالد العزيز، ما في شيء من قدرة، أقل حاجة هذه يا رجاء. تسلموا، ربي يحفظكم بابا الغالي رجاء. تحفاها ولا لا؟ هو على فكره يا رجاء الوالد ما زبطكش راه من البدايه، لان هي والله تو كيف تو يرسل الصوت في الاستوديو يا شباب، معلش اسمع يا رجاء، بتركبي عليه حق تو يحسبك الصدر لطفيه ابراهيم، خلنا نسمعك اكثر، سمعي الصوت. لا لا، العيديه سنه كبيره يا رجاء، دكتوره رجاء بيخلص هالبسد عيال السنه، قلت لك العيديه كبيره خذيها منا معناها. لا اسمعي، علي صوتك، خلينا نسمع، علوا لنا الصوت يا شباب باش استاذ عياد. يا غالي يا احلى بابا في الدنيا. ايوه هيك، ايوه هذا المزبوط، برافو. تسمع فيها تو اخوي باي رجاء، ربي يحفظك لينا ان شاء الله. ايوه امين. اجواء العيد واجواء رمضان نهايه، نحن بما ان احنا خشينا على العيد يعني وايام بسيطه تفصلنا عليه، احكي لنا شويه على اجواء استاذ عياد في الحوش. والله اجواء بابا في الحوش طبعا احنا استقلنا في بيوتنا ونمشوا ثاني يوم لبابا العيد صراحه، نلتموا غادي عنده
وحلويات وفطيرة وفاصوليا ما شاء الله. ما شاء الله يعني. باي بابا يعني نحكي مثلا عليه عليه دوره هو كأب يعني كيف كيف ممكن كيف أجواء عياد زليتني في الحوش معاكم يعني كيف هل زي ما نشبحوا فيه إحنا إحنا بكري قلنا لا تأخذ فدوار الشر حشاه هو طبعا ولكن في الحوش نفس الجوك لحكيني لحكيني بقى لك حاجة يا بشرة بالنسبة للوالد في الحوش طبعا الوالد شخصية طيبة طيبة جدا حنون لام العيلة يحتضننا يسمعنا لا نستشيره فيه في كل صغيره احنا تفاجئنا بحاجه يا رجاء خفت الدم والجو الحلو الاستاذ عيال احنا ديما نشبحوا فينا هيك شويه جدي ايه قدام الكاميرا على فكره على فكره مرات نقع من الثانويه يقول يلا قلدي لي شخصيا انا نحب نقلد طبعا حلو 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 بقول لكم على حاجه على ذكر الشخصيه الشريره انا كنت في الجامعه كنت مستنى فيه روح بيا طبعا صديقاتي معايا يهربوا لما يجي الوقت يهربوا منها بجد يعني والله تبي الحق يا رجاء حتى انا شخصيا حتى انا شخصيا كنت اخاف منها بجديه يعني بالضبط صحيح والله يعني والله رسمي حتى احنا يعني انا متفاجئه تعرفي مسلسل صديقاتي مسلسل الهاربه تشرت يعني لو انا بدك تدير المعلومه بدك تدخل تسلم عليهم ايه باي تسلم عليهم من الاول هم بس يوجوه يقول له صفر عندي الحق لما سلم وهدرز عليهم قالوا لي الله قديش طيوب لا مش هيك مظلوم في الشخصيات بصراحه لا الحق الحمد لله ربي يعني لا نعم الله علي ان والدي عيد يطول لك يطول لك في عمره ان شاء الله يا رب الله يحفظه ويخلي لنا ويروحنا بالسلامه يا رب ان شاء الله ان شاء الله وانت يحفظكم يعني استحشتيه في ساعه في ساعه هيك هو حتى وقلق منها لا بالعكس الله ما قلقت الله يسلمك الله يسلمك دكتوره رجاء جمعت لي باحرار السنه هذه جمعت ليبيين الحمد لله الحمد لله والشباب صراحه يعني الله يسلمك برنامج بيت العيله نبوه يستمر صراحه باذن الله الله بإذن الله صحتي رجاء عليك ربي يحفظك منور الله يسلم منور سلمي لي على سلمي لي على ماجد واجد انا ماجد تواصلت معاه من بدايه دعوتنا اكيد اكيد تواصلت انا وياه واجد فتحياتي له ولكل اسرتك ربي يحفظكم ان شاء الله يحفظ ليكم ان شاء الله يطول عمره شكرا لكم ربي يحفظكم تسلمي وتحياتي ونحيي اهل النشواني كلهم طبعا ربي شكرا. يحفظك شكرا في في انا في تليفون واحد اخر ايوه تفضلوا ايوه الو الو علونا الصوت ايوه الو هذه كم ما تعرفهاش استاذ عياد لا هذه لولو حق هذه لولو هذه لولو رسمي صراحه تعرف كان ما تعرفنيش معاش نمثل معاك ها معاش تفتحين الباب يا بلا لطفيه خلي برا الباب والله يقول قبل لطفيه صحه فطورك وصحه سحورك واحنا لنا الشرف حتى نسمع صوتك بس وباذن الله لين نشوفوك بصراحه رائعه انت بعودتك الجميله جدا والقويه جدا وسعداء جدا حتى بوجودك توا معنا بالتليفون حوا ولا كنا لطفيه مع ان كنا طمعين فيك تكوني معنا في الاستوديو بصراحه يعني ولا يهمكم ان شاء الله انتم قبل لطفيه ايوه انتوا اللي رايعين ما شاء الله ومنورين الشاشه ومنورين ليبيا كلها الله يسلمك ونحن بجديات سعداء بمتابعتك اليوميه للبرنامج وتعليقاتك وبجديات يعني هذا شرف لنا وكبير والله تواضع حلو منك يا بلطفيه الله يفتح عليك شكرا بالعكس بالعكس انتوا وليداتي ما شاء الله ربي يحفظك باي شنو تبي تقولي للاستاذ عياد عياد هذا اول حاجه بنقولها له اول الحمد لله على السلامه ماشي الحال الله يسلمك الله يسلمك ربي يحفظك وثاني حاجه التحسينه اللي مديرها لشعرك قالت ما دهاش في المسلسل صح ولا خليني نقول لك انا على حاجه اولا اسمعي فتره من فترات كانوا الكتاب هذه هي الموضه نتاعهم فهمتي انا ما طلعتش من موضه الكتاب اللي كانوا قبل لابد ان هذه الكبيل اللي يسموها زمان يديروا فيها فانا درتها لو تحكي لنا على اجواء المسلسل وكيف كيف كيف كنتوا يعني بينك وبين استاذ عياد واستاذ فتحي واستاذ سعد والكوكبه الجميله جدا من الفنانين ابله لطفيه
والله نقول لك حاجة يا بشرة، والله أحلى فترة أنا مريت بيها، مريت بيها في العمل، أحلى فترة يعني كانت فترة كأني بادية منا وجديد. حلو. كانت أيام حلوة ورغم إن تعب ومجهود وخوف ورعب من العمل يطلع مش في مستوى جيد وما يقبلونيش الناس، لكن بوجود الكوكبة العظيمة اللي كانت معي من نجوم من الكبار هادو أو من الشباب اللي طلعوا معي، إن هم كانوا أمنيتهم إن هم يقولوا إن إحنا نطلعوا معك، لكن هم شرفوني إنني كنت معهم صراحة. أستاذ لطفية، نحن أستاذ لطفية نحن نستغل مداخلتك معنا التليفونية، يعني غياب 30 سنة على المشاهد وأنت عندك جمهورك في ليبيا، وحرمتينا بصراحة يعني من طلتك على الشاشة الفترة هذه كلها، تعتبري شوية تقصير منك ولا شنو؟ والله هو تقصير مني ومن الوضع ومن الدنيا كلها طلعت على بعض التقصير عرفت، لكن الحمد لله ممكن التقصير هذا لصالحك. ايوه التقصير هذا كان في صالحي طبعا. صح. اكيد ان احنا باش نطلع في عمل كويس لك. بس مش في صالحنا نحن راه والله مش في صالحنا نحن طبعا طبعا طماعين انتم اكيد المشاهد طماعين طبعا. ايه فقلت لك طلعنا اللي بعمل للكاتب الكبير استاذ عبد الرحمن حكيك ونوجه تحيه للشاب سامي الشريف والكوكبه الموجوده هذه، وهذا يخلينا ان احنا باذن الله ان شاء الله نفكروا كيف نقدموا احسن واحسن. طبعا مسؤوليه طبعا طبعا اكيد، لان المشاهد كان مستحش لطفيه عرفتي ايه، وكان يبي يشوفها وكذا، فتو يبي يشوف لطفيه وخلاص، لكن تو في الجديد يبي يشوف لطفيه شنو تقدم. صح. بيعمل لي ويعرف انا شنو ندي كويس. صح. احنا طبعا ما نبوش نحرقوا الكلام معك ولا الاسئله معك، ولكن نبوك تجينا انا مازال احنا مفضلين لك روحنا بعد العيد باذن الله، ولكن كلمه حابه تقوليها للاستاذ عياد زليتني. نقول له نورت وشرفت وكل سنة وانت طيب، والكبير وانت طيب. كبير ولا يهمك يا راجل رب يحبك ان شاء الله، وكل الفنانين كل ان شاء الله يا رب، والقدم او الشباب الجديد ان شاء الله ربي يوفقهم ويعطيهم الخير، ويفكروا ان هم كيف يقدموا كل مره الاحسن باذن الله. يعطيك الصحه. شكرا لك استاذ لطفية ابراهيم، شكرا لوجودك معنا بهالتليفون الجميل هذا. على فكره لطفية مره صارت لها مداخله باشن، هي بدي لك مشكله على ما اقتنعتيش حتى الكلام اللي قلته لك في العمل الجاي استاذ عياد. في العمل الجاي استاذ لطفية قالت لك بشرى ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله وانت طيب. على فكره بقول حاجه على لطفية. شكرا استاذ لطفية. في مداخله من مداخلات في الاذاعه، واحد من المستمعين في الاذاعه قالها طلتك غير تقولي السلام عليكم احنا كافيه. الله. صح. والله الناس مستحشه طبعا. الغياب هذا بالذات استاذ عياد، يعني كيف استاذ لطفية ابراهيم غياب 30 سنه، يعني نعم. المشاهد عنده حق عليك وعلينا مثلا. أكيد. يعني لما تغيب عليه فتره طويله كيف هذه يقعد متمني انه يشوفك من خلال التلفزيون، خاصه استاذ لطفية ابراهيم كانت في كل رمضان على المائده موجوده. طبعا غابت فجاه وبعدين الحمد لله ردت بوين حصل الحوا والحق، يعني من الاعمال الناجحه اللي قدمتها قناه ليبيا الاحرار. ما نقول لك حاجه، اولا بالنسبه للطفية، يعني الفنان في العاده لابد ان تكون عنده فتره هيك على اساس يتامل فيها، فهمت، يبحث عن شيء جديد، يراجع نفسه طبعا لابد. صح. لكن الطفية عندها ظرف اخر، كانت مش راضي بالوضع العام يعني عرفت كيف، لكن لما رجعت تو لما رجعت لطفية كأنما ما غابتش، كأنها مش غايبة. صح. 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 صح يعني صح صح, صح. بس أستاذ عياد شنو ممكن العمل اللي ممكن أستاذ عياد ندم إنه داره في حياته خلال مسيرته؟ والله شوفي هي مش ندامة لكن استعجال، يعني كان ممكن المفروض لو كان كذا لا صار كذا، لكن هذا صار في عدة أعمال. صار مش عمل واحد يعني ما تمنيتش عدة أعمال طبعا كمال الله في النهاية. أكيد. صح. إيه لكن مش بكثرة يعني أعمال محدودة
محدودة جدا. شن كانت ملاحظاتك يعني عليها أنك أنت قيمت فيها نفسك بشدة أو قسيت على نفسك في تقييمها؟ هو في العادة أنا كنت في البداية بداية دخول المجال إيه؟ نستغل في المرآة المرآة بداية نستغل فيها باستمرار، لكن بعدين خلاص لما صار عندي نضج لوحت المرآة كويس بديت نهتم بروحي هيك. مرآتي الأساسية هي المخرج. أحيانا مرات المخرج يا يسهى يا مرات عندها يعني تقدر تقولي عاطفة في شخصية من الشخصيات كويس. يهتم بها والآخرين يهملهم، فاني مرات نندم نقول كيف أنا يعني لقيت روحي في هالوضع صح. صراحة يعني كويس ايه؟ لأن اللي يخرج بالعاطفة مع احترامي يعني ايه ايه؟ هذا أنا أعتبر أني بصراحة خيانة للمهنة. لأن أنت لما يجوك كل العناصر هذو جايين بيشتغلوا يجب أنك أنت تعطيهم حقهم ما تميزش حد عليه حد ايه؟ طبعا المفروض هكذا حلو، لأن هذا هذه هي الرسالة الأساسية ايه؟ طبعا هذه هي الرسالة. لكن زي ما قلت لك المخرجين في بعض منهم مع عندهم تكت إيزي يعني. أستاذ عياد أستاذ عياد فيه محمود الرجباني يسأل في سؤال قال لك نبي إجابة بس من غير إجابة دبلوماسية، نبي إجابة حقيقية. لو خيرت بين مسلسل السوس ومسلسل الهاربة يكون فيه جزء ثاني، شنو هو اللي تختار تمثل فيه؟ هو طبعا السوس كان حلقات منفردة ما كانش معنا مسلسل متكامل مع بعض كان إيه؟ كل حلقة تحكي قصة. لكن الهاربة عمل متكامل فهني ما نقدرش يعني نقدر نقيم هذا على هذا ما نقدرش، لأن هو ذاك حلقات زي ما قلت لك منفردة مش زي الهاربة. الهاربة عمل متكامل يعني صح إيه؟ صح. محرومين نحن معلش بشرى كمشاهدين من استذكار الأعمال الليبية هذين، يعني أتمنى أن يتم عرضها من جديد في شاشة التلفزيون عشان الناس يتذكرون. يا ريت في كثير من الأعمال المفروض تتكرر. إيه نحن المكترين عفوك أسماء الأسود يعني الأسود إيه؟ في كثير من الأعمال يعني جميلة ورائعة لكن نقول وين راحت؟ إحنا مع الناس الأرشيف للأسف ما نحافظوش على الأعمال، رأوا فترة فترات كانوا يشين يديروا يمسحوا فيها يسجلوا عليها في مواد، يسجلوا عليها في مواد أخرى صح للأسف وصلت درجة أن الأعمال تعرض كيف تعرض أسماء الفنانين والممثلين لا يمكن يحطوها يعرضوها يقولوا رقم الحلقة ومشيوا برا وخلاص، فيما بالك معناها لما الحلقة تعرض ويعجب بها الناس يعني معقول امسح يقول لك معقولة مش موجودات في الإذاعة أستاذ ما هن وينها؟ انت ايش ما تطالبوا بها القصة هذه؟ طبعا المفروض أن يعني لمن تمشي للأسف من هو اللي بتمشي له؟ تو الآن حتى يعني وزير متمكن في الوضع هذا مش موجود للأسف يعني تلقى لاهي بمجالات أخرى ومسيب الأشياء الأساسية. كويس. لما نجون نشوفوا تجارب الشباب الجديد بالنسبة لمسلسلات أو الأفلام، لو حضرتك تابعت أو تفرجت كيف تقيم تجارب الشباب الجديد؟ هل يعني ممكن حتى مشاركة الشباب معاكم في وين حصة حوا كيف تقيم تجاربهم؟ أنا قلت لك بكري يا بشرى يا بشرى قلت لك إحنا العمل لما نكون مع بعضنا يد واحدة هو قلبنا واحد من غير حتى من حصة حواء نحكي فريق حتى يعني فريق المسلسلات سواء شباب الكل سواء غير شباب كلهم زي بعض ما فيش فرق. احنا لما اشتغلنا روبيك هكذا اشتغلنا حصة حواء هكذا نجحوا العملين كويس صح. صراحة طبعاً. يعني طبعا ولذلك انا ادعو اي عمل لابد ان يقرا على الطاولة حلو يقرا على الطاولة ضروري من بروفة الطاولة طبعا لكن الارتجال انا في بعض بصراحة مع احترامي واضح انه هي مرتجلة الارتجال ما يجيبش نتيجة حتى في المسرح احيانا قفشات معينه مدروس مش كلها تبدي كلها تمشي ارتجال قفشات مدروسه بس إيه طبعا لانك انت عندك فكره لازم تحترم هذه الفكره مزبوط وتحترم الكاتب اللي كتبها مزبوط هذا الواقع يعني. طيب اخراجك اخر اعمالك الاخراجيه وين وقفت وين هل بترجع من جديد للاخراج استاذ عياد؟ والله يشوف انا عندي عمل الان عندي عمل قاعد لحد الان نوظف فيه حلو كويس يعني قبل اني خرجت عمل اسمه قوارب الموت يحكي على الهجرة غير الشرعية طبعا عرض مرتين وبعدين ما شفناه كان من النصوص يعالج قضية السماسرة اللي قاعدين يتاجروا بالبشر كويس هذه موجودة لحد الآن صح وهذا وقت المفروض تعرض صح بصراحة وأول عمل أول عمل ليبي يتحدث عن الهجرة غير الشرعية هذا أما سنة استدعيان هذا في سنة 2006
قديم ايه مش قديم يعني 2006 نحكي ان على موضوع الهجره غير شرعيه يعني اللي يعني هو لا هو الهجره غير لكن لحد الان يعني ايه؟ قضيه الهجره قائمه صح وربما ايه؟ وربما تو اكثر بل زادت يا اخي ايه اكثر اكثر سوء صح طبعا استاذ عيد نحن عندنا المسابقه والفرز نعم. فمش عارف بشرى كم الارقام اللي ممكن يختار منها استاذ عياد نحن وصلنا للسحب باش نكملوا معاك باقي الحلقه براحتنا نعم. وللعلم يعني استاذ عياد ان شاء الله طالع من هنا على المطار طول علي ليبيا من بوش نتعبوه واجه ان شاء الله يا ربي يسامحنا استاذ عياد نشوفوا بس الارقام احنا عندنا 2000 رساله استاذ عياد نعم. 2041 اختار كيف معقول ما قدرش يجاوبوا هو اكيد السؤال بسيط بتختار رقمين رقمين بس ايه رقمين فقط باهي تو اللي بيربح الألف دينار اعطينا رقم 68 68 نعم به رقم 68 عندكم يا شباب حاولوا تتصلوا به والرقم الثاني 1972 و 72 هذا طبعا الرقم الاول 68 قلنا صح نعم 68 هذا ربح معنا مشاهدينا 1000 جنيه مقدمه من برنامج بيت العيله و 1972 ومن قناه ليبيا الاحرار الرقم الثاني كم 1972 اللي هم دلالات الزر 1972 اكيد طبعا مش بلاش بالشك ايه اكيد اكيد نعرفوه ولا سر هذا والله الأول هذا بداية دخولي للمجال 68 أيوة أيه. لكن الثاني مش هنقول عليه دونك المرجع رجاء بعتيهولنا مسج بعدين رجاء والله ماجد نحن خلاص أيوة. قعدنا نحوش أيوة. قاعدين لك في الحوش أنتم عرفتوا حتى وين تتجه طيب آخر أعمال أستاذ عياد بدنا الجديد مع الجديد عندي عمل مع الأستاذ محمد بلعم وجولة تحية أكيد وجولة تحية طبعا أستاذ محمد هذا إن شاء الله حنبدو فيه بعد العيد اسمه الذيب الذيب تواد تو بتقول هو دور شر معناها معنا نايمة مختلفة أدوار يا ناس حرام عليك شن دورك فيه يعني أعطينا ملامح هو الذيب نفسه البطولة حلو حلو كم حلقة حوالي 15 حلقة ما الكاتب الكاتب عبد الله احمد عبد الله والمسيه استاذ عبد الله احمد عبد الله وجولك كويس هذا يعني حيعرض مش رمضان الجاي ولا لا بعد العيد ان شاء الله بعد العيد بعد كويس تبدو كويس. تصوير بعد العيد لانه هو بادي فيه الاستاذ محمد لكن بيستمر بعد العيد ان شاء الله كويس يعني بنطلعوا من موضوع فقط المسلسلات في لرمضان فقط يعني ممكن نشوفوه قبل رمضان الجاي باذن الله باذن الله باذن الله غير هيك استاذ عيد ما تشوفش ان الممثل اللي بيقصر شويه ومقل في قصه الانتاج التلفزيوني والدرامي باهي وين الجهه اللي بتنتج لها الفنان قصه الانتاج هذا هي غايبه الدوله وينها مع احترامي يعني باهي القنوات الاخرى اللي بتنتج قاعدين يحسبوا الآن يحسبوا شو المردود عرفت كيف فالفنان موجود لكن جهات الإنتاج هي اللي مش موجودة صح. لكن الفنان موجود إيه ماذا فيه يشتغل الفنان يعني احنا والله يا سيد عياد بصراحة الوقت قاعد يدهم فينا وإحنا بصراحة مازال عندنا هلبة أسئلة يعني حتى لي مرحبتين بكم لحضرتك شن 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 عندنا نقرأ شوية رسائل بس من الرسائل رحم بك بشير البوسيفي عموما هو يقول لك مسلسل السوس يوجه لك تحية أستاذ عياد نعم قال لك إهداء طبعا لأستاذ عياد ولكل أسرتك الكريمة ويشكر تواجدك في بيت العيلة ما شاء الله عليكم لمة العيلة جمعتوا لنا معظم الفنانين الرائعين ومثقفين أمثال الفنان القدير عياد زليتني وغيرهم بارك الله فيك لكم التحية ابن زليتن و بلا في مسج من جبالي أمازيغي بكي على موضوع العادات والتقاليد لأن مش نحرجوهم يعني لا لا هو بكري هدرزنا بصفة عامة نمسك التعليقات طاح من التابلت من بدري كسرتها شركة سامسونج شركة التواصل كسر لكم التابلت طبعا عندنا تعليق على قصة العادات تعليق على قصة العادات والتقاليد من ابن الأمازيغ يقول نحن نديره في أول يوم العيد في خبزة الفرن ويرفسوا فيها ويسموها خبزة مرفوسة بالسكر بالأمازيغي اسمها نور حميد يقولوا لها غروم إن شاء الله قلتها صح أنا غروم يمدرز صح الاسم غروم يمدرز ايه. ويديروا في أكلة على الغداء اسمها تريا
هي زي رشدة مقطع على فكرة يجهزوها قبل على العيد طيبوها مع اللحم. حكاية الجمل هذه أحيانا مرات نمشي نعرضه في الجهات الجبلية هذه فشين يصير نجو طبعا المسرحية تعرض كويس فنجو لبعض هيك الشباب هرز معهم شوية نقولهم مثلا الجملة الفنية الفلانية شنو مردودها شنو معناها شنو ردفها بنقولها فوق الخشبة ويصير يعني طبعا في الصالة مش عارفين ان احنا في ناس تقم فينا في الكلام هذا بس حلو التواصل هذا حلو يعني حلوة احنا هذا مش من تو راهو هذا مش من تو صار من قبل بين يوم وليلة مسرحية بين يوم وليلة في مسرحية تانية مش عارف لا اذكر اسمها الان لكن كله ناخده في الكلام منهم هم ونقولوا فيه في الخشبة والله احنا حتى نتمنى حتى في ممكن في المسلسلات الجاية ان تطعم المسلسلات هذه بهالتنوع الموجود في ليبيا سواء من طوارق سواء من الامازيغ سواء يعني من كل الاماكن الناس سادعيات ليش لا مهم صح مهم ان يكون خاصة ان في ليبيا فيه تنوع ثقافي كبير سادعيات المهم صح 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 حب هو اللي يجمعنا هذا هو اللي يجب ان احنا نبحث عليه ويد في اليد وإن شاء الله ليبيا راهو مهما يديروا إلى الأمام إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. في واحد يقول لك والله حلو اسم الديب أو في القيتة أو في إقبال ما شاء الله اسم الديب أستاذ عياد هذا الأسد الشيخ. وفي عندنا أيوب قصود على مدني يقول بعد التحايا يقول غدانا كل عيد فصوليا تحية منطقة فرناج والحشان مازال يتكلموا هم على الفصوليا. أيوة محمود الصواعي يقول ربحوني فلست من الكروت والله هاتوا الأرقام قالوا أستاذ عياد احنا ما عاشنا على أنا مش قاصد ياريتهم يربحوا كلهم إن شاء الله مدابين الحق احنا ما عاش عندنا وقت صح حتى لموعد استدعيه عندي بس كمسج شويه بما ان احنا قاعدين في بيت العيله من بيت العيله الوالد يبعث لك تحيه ويقول لك وحش الشاشه الليبيه ادواره دوما مخيفه جدا رجل متميز يجيد اغتيال الادوار للدرجه التي كان العديد من الاطفال يخشونه لقوه شخصيته تحياتي لك شخصيا ولكل مجموعه المرافقه لك طول عمره والدي طول عمره يوجه لك تحية أستاذ عياد وحش الشاشة اللي بيه خلاص لقب جديد هذا خوذة خلاص أما ديب وأما فرعون بس والله لا لا في مسج آخر معلش من سيد جمعة الورفلي وأكرم الورفلي موجودين في تونس تفرجوا علينا حاليا يوجهوا لك تحية أستاذ عياد زليطني وسعداء بأنك موجود معنا في بيت العيلة شكرا له الحاج جمعة وإن شاء الله ألف لباس عليك تحياتي لك يا أكرم مسج نور عيون تقول سبحان الله زمان ما كنتش نحب الفنان عياد شفت التعليق لكن كان أدواره ديما مجرم وتوى ما شاء الله بدأت دوره في مسلسل وين حصت حوى تحياتي لي بارك الله طبعا هذه حاجة بسيطة مش عارف تشوف فيها الكاميرا ما في شيء من قدرك أستاذ عياد وإحنا الحق تمنينا أن الوقت يطول ولكن حتى لظروفك وظروف السفر سعداء وشرفتنا هلبة في بيت العيلة وزدنا بصراحة زاد قيمة البرنامج بوجودك معنا أستاذ أنا بقول كلمة تفضل. أولا أنتم الاثنين ثنائي ناجح الحمد لله بارك الله فيك ورب يحفظكم سلمك ويحفظك ودائما في من تقدم إلى تقدم يا رب أمين وبنقول كلمة ثانية تفضل يعذروني كل زملائي وزميلاتي أنني ما ذكرش أي اسم مش معنى هذا ما نبيش نذكر صح لكن خاف ونخشى أنني ما نذكرش حد عندك صراحة الحق عندك الحق تبدأ فيها إحراج لي يعني صح فلذلك يعذروني أراهم نحبهم كلهم زي ما يحبوني وحتى نحن نحبوك وهم أكيد يحبوك السادة بارك الله فيك بس معاش تغيبوا علينا واجد يعني والله زي ما قلت لك نبوا أعمال مدابينا والله مش في رمضان بس يعني أكيد إن شاء الله إن شاء الله هذا تروفي مقدم من برنامج بيت العيلة من قناة ليبيا الأحرار للذكرى أستاذ عياد زليطني بارك سمحنا بارك الله هي حاجة بسيطة بارك الله فيك تسلم من بيت العيلة بارك الله فيك وإن شاء الله يا رب ما نكونوش ثقلنا عليك بالعكس وسامحنا وتقعد علي انت تقصيرنا والله عاد تقول هذه كيف اللي ما تقولها حبيبنا والله استدعيت الله يعزكم ربي يحفظكم ان شاء الله تسلم تسلم وتعليقات يا. الناس بجديات يعني الاعمال الخالده خالده والممثل او الفنان لما يدير عمل يبقى
من بقاء يعني الهاربة والسوس والفال وغيرها من الأعمال الليبية، ما زالوا الناس يعلقوا ويتذكروا الأعمال هذين رغم غيابهن لفترة وقالتها طويلة. وقالتها بلطفية الكبير كبير. ربي يحفظك وسد عياد زليتني، كنا سعداء بوجودكم. شكرا لكل تواصلوا معنا. احنا لضيق الحلقة اليوم لظروف السد عياد ما قدرناش نقروا أكبر عدد ممكن من الرسائل، ولكن بإذن الله حيقراهم حتى سد عياد وعائلته بإذن الله بعد الحلقة. سعداء جدا أكيد بكل تواصلوا معنا في ليبيا أو خارجها مغتربين، نقول لهم صحة فطوركم اللي توا يفطروا في أمريكا وكندا وكل المغتربين في كل مكان، وغدوة نتلاقوا إن شاء الله. كل اللي يشوفوا فينا ويتابعوا في برنامج بيت العيلة، نحن وصلنا لنهاية الحلقة كيف ما قلت لكم بشرى سد عياد من هنا للمطار طول إن شاء الله يوصل الله إن شاء الله طيب لليبيا. بس نقول لكم على حاجة، هو راو ما يخوفش بجديات مش كيف ما تشوفوا فيه في المسلسلات. تبي تقولي حاجة؟ أي أنا بنقول بس البشت من البشت. أكيد دنيا القصبي دي جي ديزاين، نقولها شكرا شكرا بارك الله فيك، جميل جدا، يسلم ودياتك وتشجيعنا لكل مصممات ليبيات، نقول لهم احنا الباب مفتوح للجميع، بارك الله فيك يا دنيا، واكيد ان شاء الله لكل المصممات الجايات حننزلوهم كلهم في صفحتنا باذن الله. تصبحوا على خير، بكره ان شاء الله حنكون معكم في حلقه جديده من بيت العيله في نفس الموعد نفس التوقيت ان شاء الله. صحه سحوركم، تصبحوا على خير والله.